حييكم مشاهدي ام تي في مجددا من مدينه كميش عمون الرياضيه، استكمال المرحله الاولى الافتتاحيه من دوري الفا لكره القدم. افتتاح كان رائع جدا بمباراه الديربي اللي تبعناها كلنا سوا بين النجمه والانصار، وقدر يفوز فيها النجمه 4-2. بدايه النجمه بهالطريقه بتفرض اكيد كثير من الحسابات، كثير من الكلام على مباراه اليوم بالتحديد. ليه؟ لانه احد طرفي هالمباراه هو العهد حامل اللقب بالموسمين الاخيرين، واللي شفنا عم بيكون كان بسباق الى اللقب مع النجمه بالموسم الماضي. اليوم العهد عم يواجه فريق الصفا. ليه عم شدد على موضوع الصفا؟ لانه الصفا بصوره جديده، خليني اقول، لو انه ما في كثير اسماء تغيرت على صعيد تشكيلته الاساسيه اللي رح نتحدث عنها، انما وجود مدرب تيتا فاليريو بغير كثير من المقاربه الصفويه خلال الموسم الجديد. كلام رح نحكي عن كلام التكتيك وعن تحليل المباراه مع كابتن جمال حاج. مساء الخير كابتن. مساء الخير لك لجميع المشاهدين. فرصه حلوه انه تكون معنا موجود مره جديده على شاشه ام تي في، ومباراه مهمه يعني بصراحه بالنسبه لي، مباراه ما بتقل شانا عن مباراه النجمه والانصار. من حسن الحظ الجماهير انه مباريات الدوري مبادية بقوه، ومن سوء حظ الفرق المنافسه انه تبلش بدايه الدوري مباريات صعبه. لا مباريات قاسيه كان على النجمه ولا الانصار ولا العهد ولا الصفا، الكل ما كان بيتمنى انه ببدايه البطوله هذه تكون المباريات، لكنه منيحه للمشاهد. بنعرف نحن بالبدايات بيكون الفريق مش بالعافيه الكامله. العهد بالفتره الاخيره بعد الفوز بكاس السوبر عنده نوعا ما عين من الحضور البدني ما وصل للكامل، الانسجام بيطغى على تشكيلته، الفريق معنوياته عاليه، عم بيصير بخطى ثابته، ادخال عناصر مفيده كل موسم، انتدابات على القد يعني الاماكن الشاغره. بدي احكي معك بالموضوع البدني لان نقطه مهمه ذكرتها. صح. اليوم من خلال تشكيله باسم مرمر، صحيح عنده لاعبين جداد مثل احمد الصالح وربيع عطايا، لكن ما استعان فيهم لانه النقطه البدنيه عنده مهمه جدا. صحيح. هاللاعبين ظهروا انه منهم جاهزين بنسبه 100% ليشاركوا بشكل اساسي. صحيح انه بيحتاجوا لوقت وبده يحاول يدخلهم تباعا لحتى يوصلوا للفورمه، لانه كمان في خطر عليهم اذا اشركهم هن مش جاهزين ممكن يتعرضوا لاصابه، فبالتالي لازم يكون مدروسه معمليه اشراقهم بالمباريات. طيب بدي احكي اكثر مش عن العهد، بدي احكي اكثر عن الصفا، لانه اليوم عم نحكي بموضوع تشكيل كلاسيكي على الصعيد الاستراتيجي بالنسبه لباسم مرمر، رح نرجع لهذا الموضوع، لكن على صعيد الصفا تحديدا اليوم تيتا فاليريو المقاربه مختلفه تماما. صحيح. 3-4-3 وبتتحول دفاعيا ل 5-3-2. وجود ستانلي الى جانب محمد شفص يعني شمس لاعبي ارتكاز عنده نزعه دفاعيه كثير كبيره، بيظهر امر واضح تيتا فاليريو بده يسكر المباراه ويصعب المهمه على العهد. حقيقه يعني بدناش نحكي كثير عن كابتن تيتا، الكوتش تيتا اللي هو له باع كبير بالكره اللبنانيه، هو مدرب ذكي جدا وخاصه المباريات الكبيره هو بيحاول دائما يحاول ينظم الدفاع، هو بيعرف حاله انه الفريق منه جاهز، فبالتالي المباراه الاولى حتكون صعبه، عم يلعب مع فريق اجهز منه اكمل بالتشكيله، اختار تشكيله 3-4-3. انا برايي اذا ما كانوا اللعيبه متدربين عليها منيح وطبقوه حيخلق مشاكل كثير كبيره لفريق العهد خاصه بالشوط الاول، لانه بهيدي التشكيل حنشوف نحن العمق الهجومي حيكون مغلق، الاطراف حيكون في عندك زين طحان معه عمر الكردي عم بيساعده، حيكون حاتم عيد على الجهه اليسرى مع حسن هزيمه كمان حتكون مغلقه، فبالتالي من العمق والاطراف حيكون الفريق مسكر المنافذ، يمكن يبدو يترك المجال بس لفريق العهد انه بالعمق الوسطي بس انه يقدر يتحرك، او اذا كان في اضافات من الخلف لحتى يقدر يخلخل هذا التنظيم الدفاعي، لكنه استدراج لفريق العهد عم اضافه للامكانات الفرديه عند لاعبي العهد يعني. صحيح. غير احمد الزرق ومحمد. صحيح. حيدر يلي بيقدروا يخترقوا اي دفاع. اليوم أنا برأيي حيواجهوا كثافة عددية، يعني ما حيلاقي حاله كثير اللاعبين واحد على واحد، ما حيلاقوا حالهم كثير واحد على واحد، حيلاقوا في كثافة انقضاض، عم بقول إذا ما كان متمرن عليها الفريق مزبوط وطبقوا اللاعبين حاضرين بدنيين حيلاقوا في كثافة عددية بال 25 متر الأخير عند فريق الصفا، بكل مطرح حيكون في لاعبين في زيادة عددية لفريق الصفا، مش هيك عم بقول أنا الزيادات العددية من الخلف. طيب هون كابتن والخوف من الهجمات المرتدة كابتن، يعني إذا عم نحكي نحن عن اللاعبين المهاريين، عم بحكي مثلا عن أحمد الزريق، عم بحكي عن ربيع عطايا، عم بحكي عن عدد من اللاعبين، يعني انا كنت ذكرت محمد حيدر لانه هو مفتاح دائم على الصعيد المهاري. اليوم اذا كانت الامور مغلقه بالنسبه للعهد مثل ما عم تحكي عن التكتل الدفاعي، رح نشوف اصلا تشكيلتي الفريقين على الهواء بهالاثناء. اليوم دور مارتن توشيف قد ايه مهم اليوم تيقدر يلاقي او يخلق المساحه لرفيقه بالوقت يلي عم نشوف التشكيله الكامله. مهدي خليل بحراسه المرمى بالنسبه لفريق العهد، بالنسبه لخط الدفاع الرباعي حسين دقيق، خليل خميس، نور منصور، حسين زين، عم بحكي طبعا من الجهه اليسرى الى الجهه اليمنى، امامه لاعبي ارتكاز هن حسين منذر وهيثم فعور، ايضا هون الثلاثي الهجومي
يلي عم نشوفه أمامنا محمد قدوح، عم نحكي عن محمد حيدر وأحمد زراع. على ما يبدو محمد حيدر هو رح يكون بالتشكيلة الأساسية بالنسبة لباسم مرمر. على كل حال أو مارتن توشاف أمامه لمحمد حيدر فعلا. كابتن، يعني هيدي التشكيلة عم نشوفها أمامنا قبل ما نروح نشوف مقعد البدلاء أيضا يلي بضم لاعبين جدد أو وجوه جديدة مثل مصطفى كساب، أكرم مغربي، عندنا محمد حمود، أحمد صالح، عيسى يعقوب، وسمير أياس وربيع عطايا. كنت عم بحكي عن دور مارتن توشيف. أنا دور مارتن توشيف قدام هم ليخلق المساحة لهاللاعبين. يعني مارتن توشيف بيّن صحيح ما سجل بأربع مباريات يلي لعبها مع الأهل، تحركاته جيدة، بيقدر يتحرك بين المدافعين، يبين على خط التمرير وبيقدر يسحب معه أكثر من مدافع. قد إيه اليوم مهمته أساسية بظل هالتشكيلة الدفاعية، خلينا نسميها للصف. أنا برأيي لازم يكون تحركه باتجاه اليسار أكثر للخلف، باتجاه أحمد زرق أو اليسار، ويترك مجال لمحمد قدوح يدخل على العمق لحتى يكون في مشاركة من حسان نزان، لأنه منشوف هزيمة حاتم عيد ممكن بالضعف السرعة ممكن يقدر يشتغل عليها هذا الخط فريق العهد، لكنه من ميلة زان طحان وعمر الكردي مشكلة. إذا انجرف حسين دقيق حيكون في مشكله بالهجمات المرتده، واللي هيدا عم بحاول تيتا بعد لانه اللاعبين عندهم السرعه وعندهم النزعه الهجوميه. هذا عم بحاول تيتا يستدرج فريق العهد، وبالتالي مع ارنست وعمر الكردي وزن طحان ممكن يضرب بهجمات مرتده اذا كان في مساحات، خاصه ما بنعرف انه في بطء بخط دفاع فريق العهد ان كان من نور ولا خليل خميس ولا حسين دقيق، فبالتالي هو حيحاول يستدرجهم ويلعب بالهجمات المرتده ليقدر يسجل. انا برايي فريق العهد اذا لعب بذكاء وعدم استعجال ويحاول ينطر للشوط الثاني مثل ما عم نشوف دكه البدلاء، نعم. يعني اذا قدر على الاقل بالشوط الاول طلع بتعادل ممكن الشوط الثاني يقدر يعمل. خلينا نشوف تشكيله الصف امام لمحمد طه بحراسه المرمى. اذا ثلاث لاعبين بخط الدفاع: عبد الله كاتاكوري اللاعب القادم من النيجر هالموسم، علي السعدي، جمال خليفه. امامه راح يكون موجود اربع لاعبين: زين طحان من الجهه اليمنى، حاتم عيد من الجهه اليسرى، محمد شمس وستانلي ايشابي كلاعبي ارتكاز، وثلاثي هجومي. يعني طبعا حسن هزيمه وعمر كردي ايضا عندهم دور دفاعي لمساعده زين طحان وحاتم عيد على التوالي. ارنست انانجا اللي هو اكثر من مهاجم ايضا رح نحكي عن هالموضوع قد ايه اهميه وجوده كلاعب وحيد بخط المقدمه على مقاعد البدلاء. عن عمر ادلبي، بشار مقداد، مصطفى انصو، حسين غملوش، حسن مهنا، علي كركي، وحسين العوطة. كابتن، يعني وجود ستانلي الى جانب محمد شمس، محمد شمس لاعب اذا قطع بيقدر يرجع يسلم تيطلق الهجمه من جديد. ستانلي بالموسم الماضي مع المدرب محمد دقه لعب قلب دفاع ولعب ارتكاز استعان فيه بالعديد من المباريات، مشان هيك دوره كثير مهم، لانه حين ما بيكون يمكن الفريق بالناحيه الهجوميه يمكن يمشي زين طحان، يمكن يمشي حاتم عيد، فبيبقى ثلاثه وقت ما بترتد الهجمه عليهم ممكن واحد من ثلاث قلوب الدفاع يضطر يروح على الميله اليمين، فهو يرجع بيعمل المدافع الرابع قلب الدفاع الرابع من الارتكاز، بيصير هو حد علي السعدي وبيصيروا اربعه. يعني معقول يغامروا يعني واحد من المدافعين ثلاثه ويتقدموا الا بحالات كرات ثابته على السعدي؟ لا، عم بحكي الاطراف، يعني بيقدر يتميز فيها حاتم عيد، هن اللي الاربعه هيدي طبيعيه، فبالتالي اي هجمه مرتده حيروح مثلا جمال خليفه ميل على الطرف خلف الظهير، فحيصير في مساحه هو حيرجع يغطي بالعمق، يرجع يعمل عمق دفاعي، بيصيروا اربعه مدافعين ستانلي لانه هو بالاساس لعب قلب دفاع، فبالتالي بيصيروا بمطرح مطارح اربعه. هيدي السلاسه بالتشكيل، هيدي التحول، يعني عم يعطي له خيارات دفاعيه اكبر على ارض الملعب. وعلى الصعيد الهجومي ايضا فينا نقول تيتا فاليريو عم يعطي خيارات هجوميه، لانه اليوم اذا زين طحان وحاتم عيد التزموا بمراكزهم، حسن هزيمه وعمر كردي اللي بيعتبر عنده المهم الاصعب اليوم، صحيح، لانه بدهم يشاركوا بالحاله الهجوميه ضروري وبدهم يضبوا بالدفاع مع الظهير، في بعض الاحيان بده يضبوا لنص الملعب، لانه هاي الخطوره انه ما يبقى ارن شمس وستانلي بمساحه 40 50 متر يعني بعرض الملعب، هيدي الخطوره صفى عمليا بلا صانع العاب. صحيح، يعني ما في لاعب يبني الهجمه مثل محمد حيدر بالعهد، لكنه ارنست من اللاعبين هون بدي احكي عن دور ارنست، اللاعب القوي السريع الحريف اللي بيقدر يستلم ويحمي الكره وبيقدر يصنع لعب ويعمل مراوغات، بعتت بقوم بهالدور. طبعا هلا مش كل الانديه بتلعب بلاعب صانع العاب خلف المهاجم، يعني مش بس في مساحه فارغه رح تكون خلف ارنست، هذا الخوف هذا هيدا في بعض الاحيان ارنست بده يغطيها من الناحيه الدفاعيه، في بعض الاحيان حسن هزيمه وعمر الكردي ارتدادهم ما لازم يكون طولي، لازم يكون باتجاه نص الملعب، لانه الخوف ما يكون في لحالهم شمس وستانلي بمساحه 40 50 متر هيدي حتعمل مشكله. قلت لك الوسط، العمق الوسطي ممكن يستفيد منه العهد، انه العمق الهجومي ثلاثه مسكرين على توشاف. وين المعركه رح تكون بخط الوسط؟ يعني عم تقول بين لاعبي الارتكاز تحديدا، يعني حسين مونذر، هيثم فعور من جهه، وعم بحكي عن ستانلي وشمس من جهه ثانيه. التحدي تاع العهد اكبر انه يقدروا
يضيفوا، ما يكون هيثم حينجرفوا، حيضطروا واحد منهم يزيد، لانه حيلاقي محمد حيدر لحاله، يعني لحاله وحيدا امام الاعلام. فيخلقوا الزياده العدديه العهد مجبورين. صحيح، وهون الخوف، اذا ما زادوا هيدا بده اياه فريق الصفا، اذا ما كانوا فعالين بالزياده بده يجي ويلاقي مساحات يلعب بظهرهم هجمات مرتده. هيدا عنوان الاول، بس العنوان الثاني ايضا المواجهات اللي رح تكون على طرفي الملعب. عنوان كبير، وتيتا بيحبوا هذا الشيء. غلطة واحدة بتكلف واحد من الفريقين. ايه صحيح، هذا بيحبوا، حنشوف في مواجهة. نحن مشان هيك يمكن تيتا بكل مبارياته حتى بالسابق دائما من الأدوار اللي بيعطيها للاعب الجناح إنه يساند الظهير يكون معه ما يتركه لحاله دائما. مشان هيك بتلاقى في كثير من الأحيان ما حتلاقي واحد على واحد، زرق ما حيلاقي حاله واحد على واحد أو قدوح. خصوصا على طرف الملعب، يعني بهالخطة بهالاستراتيجية تنوضح للمشاهدين أكثر، تقدر تعمل اثنين على واحد بسهوله. يعني عندما يستلم احمد الزرق اذا كان موجود زين طحان، عمر الكردي بيقدر يجي يساعد، وبالتالي بيضيقوا المساحه. لا بيعطوه خيار التمرير ولا بيعطوه خيار المرور. صحيح، لانه زين طحان بالاساس طالما في ثلاث قلوب دفاع، هو صحيح على الطرف لكنه دافش شوي لقدام باتجاه الجناح، يعني هو قريب من جناحه، ما في اي مسافه كثير، فسهل عليه يرجع جناحه يكون قريب منه، وبالتالي في لاعب ارتكاز، وبالتالي في كمان في قلب دفاع من جهه اليمنى خلف زين طحان، ممكن يعمل هو ظهير يكون خلفه لزين طحان. ايه هون بنقول نحن، برجع بقول لك هيدي الطريقه كثير حلوه وكثير ممكن اذا فريق طبقها بشكل سليم وصحيح بيعيق مش بس نادي العهد، بيعيق اي فريق، اعاقه انتبه، يعني بيقدر يعرقل، لكنه هل هو هيدا عنده مبادره هجوميه؟ هل هو عنده سيستم الهجومي؟ ممتاز. هذا الفريق الثاني هو اللي بخلينا نجاوب على هذا السؤال، اذا استدرج وعرف ضربه بالخط. عندنا 45 دقيقه نشوف كابتن شو راح يصير فيهم. هلا اكيد بين شوطين المباراه رح نرجع نلتقي نحن وياك تنحلل اكثر. مشاهدينا رح انتقل لعند فارس وارجع انضم له على التعليق، بتمنى لكم متابعه اكيد طيبه للشوط الاول من مباراه العهد والصفا. تفضل فارس، الهواء لك. شكرا شربي، التحية للكابتن جمال الحاج. ختام المرحلة الأولى من دوري ألفا لكرة قدم اليوم، المباراة الختامية مثل المباراة الافتتاحية ما بتقل شأن أبدا، فريقين كبار هن العهد والصفا بختام أول مرحلة من دوري ألفا لكرة قدم. العهد هو بطل لبنان، العهد حامل كأس لبنان، مطالب بالمحافظة على لقبه، ولو المهمة رح تكون صعبة كتير هالموسم، بس ما في شيء مستحيل. العهد مثل العادة بالتياب الصفر، مارتن توشاف عم نشوفه قدامنا، اللاعب البلغاري يلي ما كان مقنع ابدا اذا بدكم بالمباريات التحضيرية بكأس النخبة بكأس السوبر، بس الدوري له طعم خاص وله حسابات خاصة كليا. فريق العهد يلي عم بحرك كرة البداية عم بهاجم من اليمين ليسار المنصة الرئيسية، وفريق الصفا اليوم يلي عم بيلعب بالتياب الزرقاء باعتبار انه المباراة تعتبر على ارض العهد، فالافضلية للعهد ليختار اللون الاصفر يلي بيختاره دايما فريق الصفا. كرة حاليا مع فريق العهد بمحاولة لبناء اول هجمة بالمباراة. نور منصور وخليل خميس البي دفاع فريق العهد بهالمباراة، لحسين دقيق الظهير الايسر، حسين دقيق يلي بيلعب الكرة عالية امامية لمارتن توشاف، بعد الكرة عهدوية مع محمد حيدر المايسترو يلي بيلعبها لاحمد زريق، احمد زريق بجرب يتقدم مش لوقت كثير لانه بتنقطع، وفي خطأ اول بالمباراة رح يكون لصالح فريق الصفا وتحديدا لجمال خليفة. خطأ أول لفريق الصفا بهالمباراة، وكرة البداية رح تكون صفوية من ناحية الركلات الحرة. فريق العهد يلي أنهى الدوري الموسم الماضي بالمركز الأول، بينما فريق الصفا أنهى الدوري بالمركز الثالث. الكرة أمامية مع فريق العهد يلي اليوم بيعرف كتير منيح إنه أي خطأ بهالمباراة بكلفه نقاط، والصفا كمان فريق كبير، فمن الصعب جدا جدا انه نعرف ونتكهن مين بده يفوز، خاصة انه العهد اليوم عم بيلعب باجنبي واحد بس على ارض الملعب، بعكس فريق الصفا يلي عم بيلعب بثلاث اجانب. عيسى يعقوب باللحظات الاخيرة دخل لارض الملعب بدلا منه حسين منذر، لانه عنده اصابة صغيرة برقبته، عنده مثل ما بيقولوا على الطريقة اللبنانية تصنيج برقبته لعيسى يعقوب، وما قدر يشارك من بداية المباراة. وأحمد صالح يلي بعد منه جاهز 100% ليكون بالتشكيل الأساسية لفريق العهد. أحمد زريق بجرب يلعب الكرة وبيحصل على أول ركنية بالمباراة، أول ركنية رح تكون لفريق العهد.
ركنية أولى بالمباراة عهدوية ومحاولة رح تكون من فريق العهد عن طريق حسين منصر يلي رح ينفذ هالركلة الركنية ببداية المباراة. حسين منصر بيلعب الكرة على السريع مع محمد حيدر، محمد حيدر بيخدها بطريقة حلوة كتير وهدف أول، بس في تسلل، في تسلل كان بالمباراة، الهدف ما راح يتم احتسابه لنور منصور، في تسلل كان وقت لعب الكرة محمد حيدر، نور منصور كان متسلل هيك بيقول الحكم محمد رميل يلي بيرفع رايته ليعلن عن حالة تسلل وإلغاء الهدف الأول بالمباراة لصالح فريق العهد. العهد بأول ثلاث دقائق عم بيكون أفضل من فريق الصفاق، كامش الكرة أكثر بمنتصف الملعب، حسين دقيق برجعها للجبل لمهدي خليل يلي رح يجربوا لاعبي فريق العهد انه يسحبوا لاعبي فريق الصفا لعندهم لينطلقوا بالهجمه ويتركوا مجال قدامهم. حسين منذر بيتقدم، حسين منذر بمرر لمارتن توشيف، شو القصه يا توشيف؟ ترجع مع حسين منذر، دقيق منه للمنذر، منذر بيتقدم، منذر وبيتعرض للخطا، خطا جديد وركله حره رح تكون، الفاول كان من زين طحان كابتن الفريق، ركلة حرة جديدة لفريق العهد يلي رح يجرب العهد انه يفتتح التسجيل ببداية المباراة عبكير. ركلة حرة عهدوية رح تكون مع محمد حيدر على الجهة اليسرى لمرمى الحارس محمد طه، محمد طه يلي عم بيوجه اللاعبين، عم بيوجه السد الدفاعي وكل لاعبي فريق الصفا من دون استثناء بيرجعوا لمنطقة جزائهم، حتى خط الهجوم رجع صار دفاع بهالوقت مع الركله الحره يلي بتتنفذ والسهله بين ايدين محمد طه يلي بتعرض لخطا بعد الاحتكاك بينه وبين مدافع فريق العهد خليل خميس. محمد طه على ارض الملعب واكيد المباراه ما بتتابع بهالحاله لتتم معالجه محمد طه. عمر ادلبي هو بديل محمد طه ومحمد حمود هو بديل مهدي خليل بهالمباراة. خمس دقائق على بداية اللقاء، فريق العهد يعني عم بيكون نوعا ما ببداية المباراة أفضل من فريق الصفا. بالإعادة عم نشوف الخطأ يلي صار، هالاحتكاك واضح كان والفاول للصالح محمد طه ببداية المباراة، هدف ملغى لفريق العهد بداعي تسلل، ومحمد طه ما زال على ارض الملعب رح يتلقى العلاج وبتصور انا اصابته خفيفه كثير، رح يقوم ويتابع المباراه من دون اي مشكله. 14 هدف لهلا شربل بخمس مباريات، يعني معدل 2.8 بالمباراه الوحده، هي نسبه عاليه كثير بافتتاح دوري الفا لهالسنه. يعني طبعا بدايه واعده للموسم الجديد فارس، على امل انه تنسحب لهالمباراة مسألة تسجيل الأهداف بغزارة، ما عندي شك أصلاً بحصول هالموضوع بظل الأسلحة الهجومية الثقيلة يلي بيملكها كل واحد من الفريقين، أقله بالنسبة لفريق العهد مثل ما تحدثنا أنا والكابتن جمال، عم نحكي عن محمد حيدر، مارتن توشاف، أحمد زرق، محمد أدوح، أيضاً وجود ربيع عطايا والإضافة الجديدة على مقعد البدلاء أكرم مغربي. بالمقابل مثل ما حكينا أيضاً الصفا بوجود حسن هزيمي وأرنست وعمر كردي وزين طحان وحاتم عيد يلي برز بشكل كتير كبير بالموسم الماضي مع فريق الشباب العربي على الصعيد الهجومي. ممكن ايضا نشوف الصفا عم بهز الشباك بالشوط الاول، ترقب كتير كبير رح تتابع المباراه. محمد طه رح يقدر يتابع بعد ما تعرض كان لاصابه طفيفه، هذا تيتا فاليريو امامنا، العوده الى الصفا، العوده الى كره القدم اللبنانيه، ظهر مع النجمه، ظهر مع الصفا، قدم نفسه بشكل ممتاز جدا المدرب الروماني، عنده افكاره السنه، عنده افكاره الجديده، هذا الامر واضح من خلال الاستراتيجيه اللي عم يعتمدها حاليا على ارض الملعب. عم نشوف ثلاث مدافعين بالخلف امامهم خمس او ثلاث لاعبيه او اربع لاعبي وسط وثلاث لاعبين بخط الهجوم، الثلاثه 4-3 او الخمسه 3-2 بالحاله الدفاعيه. بالنسبه لتيتا فاليرو شو ممكن اليوم تعمل؟ هل ممكن تصعب الامور على العهد؟ هل ممكن تمنح الصفا فوز افتتاحي؟ رح يكون كتير مهم بالنسبة للصفويين يلي بيأملوا أن يعود فريقهم للمنافسة على اللقب من بعد ما ابتعد عن هالأمر بالموسم الماضي، أقله بالنص الثاني من الموسم خلينا نقول، لأن بداية الموسم كانت جيدة بالنسبة لفريق الصفا بقيادة المدرب محمد الدقة، وعاد من بعدها ليفوت بمرحلة تراجع فريق الصفا وينهي الموسم بالمركز الثالث مقابل
طبعا صداره كانت لا تمس ولا غبار عليها بالنسبه لفريق العاد يلي انهى الموسم من دون اي خساره. تخيلوا كره حاليا بالخلف عند حسين دقيق بخط الوسط عند المنذر، تمريره خاطئه لحسين منذر من دون اي عنوان، هالتمريره عم تروح سهله جدا لعند زين طحان قائد الصفا. محمد طه سريعه تحت الضغط عم يخطئ به الكره، محمد حيدر عم يستلم ودائما بيقوم بعمليه بناء الهجمه عند فريق العاد. حسين منذر العوده الى الخلف مع نور منصور، نور بيلعب الكره طويله باتجاه محمد حيدر، خطيره جدا ممكن تكون، لكن خروج ممتاز من محمد طه، توقيت ممتاز كان من حارس مرمى الصفا، خرج والتقط الكره بالوقت المناسب قبل ما توصل لمحمد حيدر. هيدي هي ميزه فريق العاد، تبادل المراكز وطبعا خلق المساحه للاعب ينطلق من الخلف ويقدر يلاقي المساحه الفارغه مثل الانطلاقه اللي عم نشوفها حاليا. ممكن هدف اول، لا 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 ما معقول، بلا فرصه ضاعت على فريق العهد، فرصه كبيره لمارتن توشيف لافتتاح التسجيل باي طريقه. اهدر مارتن توشيف، ما صدق مارتن توشيف انه ضاعت منه الكره، ايضا انا ما بصدق انه ضاعت، بعدني عم بحكي عن المساحه، بعدني عم بحكي عن الهروب بظهر الدفاع، هرب لعب الكره بطريقه ذكيه فوق محمد طه، لكن لوين؟ ما اصاب الشباك، ما كانت بالدقه المطلوبه. المهاجم البلغاري باربع مباريات ما قدر طبعا يسجل او يلاقي الطريق الى الشباك، كل زملائه عم يحكوا عن قدراته التهديفيه، عن قدراته الهجوميه، خليني اقول لهاللاعب البلغاري، لكن لحد هالوقت ما قدر يهز الشباك المطلوب منه، طبعا التسجيل هيدي هي مهمته، لهالسبب وصل الى فريق العهد، فريق بطل، بده مهاجم من الطراز الرفيع، بده مهاجم هداف، عنده الكثير من الاستحقاقات هالموسم، الدفاع عن لقب الدوري، الدفاع عن لقب الكاس، العوده الى الساحه الاسيويه بشكل اقوى من الموسم الماضي، وطبعا طموح وهدف العهد دائما كان الوصول الى منصه التتويج بكاس الاتحاد الاسيوي. على كل حال العهد هو دائما المستحوذ، هالمره الكره عم يخسرها، عم توصل عند زيد طحان بالوسط الملعب ستانلي، جمال خليفه كمان الكره مقطوعه بتروح عند احمد زريق، ممكن الخطوره العهدويه مره جديده، لكن التدخل كان ممتاز هون من جمال خليفه، لاعب يلي انتقل من العهد الى الصفا وبعده مع فريق الصفا. محمد حيدر ايضا بيعكس كره عرضيه، محمد طه عم يخرج خروج خط، محمد طه هدف اول، جول للعهد، هدف اول فعلا بعد خطا مميت من محمد طه. مارتن توشيف اخيرا اخيرا اخيرا، مارتن توشيف غير الطابه ما شاف يحطها داخل الشباك بعد هالخطا المميت محمد طه على الكره العرضيه. العهد بطل لبنان، نعم هيدا هو الشعار يلي بيتمنى يضل رافعه جمهور العهد بهالموسم وحتى النهايه. رح تشوفوا بالاعاده طريقه تسجيل الهدف، مارتن توشيف انتهازي كثير كان بالكره الاخيره، بالاعاده محمد حيدر المايسترو خلف الكره، ايضا خروج هون محمد طه الخاطئ، الكره من قدوح الى مارتن توشيف يلي بسهوله تامه، ما بده احسن من هيك. المره الهديه كانت على طبق من ذهب، هديه ذهبيه وبراس بلغاريه، اذا عم يمنح العهدويه هدف التقدم بالاعاده مره جديده. يا فارس عم نشوف فعلا مارتن توشيف الرجل المناسب كان بالمكان المناسب. يعني محمد طه بنرجع بنشوف كمان مرة خطأ كان فادح من حارس مرمى فريق الصفا يلي عم بيكلف فريقه الهدف الأول بالمباراة، وبتعرفوا الهدف يعني قديه فريق العهد من الصعب جدا جدا إنه يتعوض، منه سهل فريق العهد، منه سهل أبدا تقدر تسجل بمرمى أهداف، فكيف إذا دخل بمرمى أهداف وعن طريق الخطأ؟ هيدا اللي صار. محمد طه ما لازم يتأثر أبدا بهالهدف، لازم يتطلع لقدام، يتطلع لبقيه المباراه، بعد المباراه طويله، المباراه بعدها بعيده، بعد عنا حوالي 78 دقيقه من الوقت الاصلي لزمن هاللقاء. على كل العهد واحد تقدم، اذا بدكم فينا نقول نوعا ما مستحق بعد 11 دقيقه على بدايه المباراه، لانه فريق العهد عم يوصل اكثر لمرمى فريق الصفا، فريق الصفا بعدها محاولاته خجوله جدا جدا من ناحيه الهجوم، من ناحيه بناء الهجمه اللي معقول يوصلوا فيها لمرمى فريق العهد، لازم يظهروا من هالتكتل اللي عندهم ويجربوا يفتحوا اللعب اكثر ليقدروا يوصلوا لمرمى مهدي خليل. العناصر موجوده، الاسماء موجوده، كل الامور متاحه قدام فريق الصفا ليقدر يبادل فريق العهد بالهجمات. كره حاليا صفويه مش لوقت كثير، بتنقطع من حسين زين، بتروح سريعه لمحمد قدوح يلي هون في الخطأ لصالح محمد حيدر، ركلة حرة رح تكون
لفريق العهد بمنتصف الملعب. حسين أبو يحيى حكم مباراة اليوم بعينه ربيع ميرات ومحمد رميل، والحكم الرابع محمد عيسى. بالإعادة بنرجع بنشوف الخطأ يلي صار، وحسين أبو يحيى يلي عم يتدخل ليعطي الخطأ لصالح فريق العهد. كرة أمامية، محمد قدوح، محمد قدوح بيلعب الكرة بيبعدها دفاع فريق الصفا. مين مدافع العهد الموسم الماضي؟ علي السعدي. علي السعدي يلي عم يرجع إذا بدكم لبيته الأساسي فريق الصفا من بعد ما انتقل بتجربة ما كانت ناجحة مع فريق العهد، عم بيرجع هالموسم ليكون بخط دفاع فريق الصفا. حسين منذر، منذر عم بيهد اللعب، عم بيهد إيقاع اللعب ليمررها بدوره لخليل خميس. منه للزريق، حلو كتير اللعب، حلو كتير هالتمريرات يعني عم بتكون من ناحية فريق العهد. حسين دقيق بمرر الكرة لداخل منطقة الجزاء لتوشيف، توشيف يلي سجل هدف المباراة الوحيد لهلا. حسين دقيق برجعها للفعور. ما بدنا ننسى فريق العهد عم بيلعب بأجنبي واحد بس، عيسى يعقوبو خارج الملعب، أحمد صالح خارج الملعب، ربيع عطايا كمان خارج الملعب. هيدي هوية فريق البطل وقت بيكون عندك اللاعبين الموجودين بالتشكيل الأساسية والاحتياط هن بنفس المستوى. هيك فيك تنافس وهيك فيك تلعب دوري طويل وكأس طويل. موسم ما رح يكون سهل أبدا على أي فريق من الفرق. الأنصار خسر صحيح مع النجمة، بس قدم عرض كان ممتاز فريق الأنصار. النجمة عرف كيف يخطف الفوز، عرف كيف يسجل، وبالنهاية الكرة جويل يلي بيسجل بيفوز، وثلاث نقاط غاليين كتير لفريق النجمة. مثله مثل التضامن سوريا اللي تغلب على الغزية، مثل الساحل يلي تغلب على طرابلس، والبقاع يلي تغلب على فريق الراسينج. مباراة وحيدة كانت عم تنتهي بالتعادل بين الإخاء والسلام صغرتها. كرة جديدة داخل منطقة الجزاء، تعليمات مرمر واضحة على الجهة اليسرى، تمريرات ورفعات رح تكون بالعرض، ومنها كان الهدف الأول، وبعده فريق العهد عم بيتابع بهالطريقة. العهد واحد الصفا صفر. العهد بعد ما عم بيكتفي بهالهدف، بعده يا شربل عم بيهاجم فريق العهد ليقدر يسجل هدف تاني. هدف تاني رح تصعب كتير كتير من مهمة فريق الصفا، وفريق الصفا بعد ما عم يظهر من الجو يلي لازم يظهر منه، وهو انه يبلش يبني الهجمة، لانه بعد ربع ساعة مهدي خليل عم يلعب دور المتفرج لهلأ بالمباراة. الأمر الأكيد فارس انه العهد قدر يكسر نوعا ما كل الأفكار يلي وضعها الصفا على أرض الملعب ببداية المباراة من خلال الهدف يلي سجله. رح يتغير كتير طريقة الصفا على أرض الملعب بعد تلقي للهدف، أقله التحفظ يلي حاول يبدأ في اللقاء رح يتغير مع محاولات هجومية حاليا، وهالكرة الأمامية البعيدة جدا كانت محمد شماص، كرة بعيدة عن مرمى مهدي خليل. مثل ما ذكرنا مهدي خليل بحكم المتفرج لحد هالوقت وبعد مرور ربع ساعة ولا أي خطورة صفوية. فريق لباسم مرمر هو المتسيد على أرض الملعب، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لكثير من المراقبين، بيعرفوا قد إيه إمكانات فريق العاد، الثقة اللي عنده إياها بطبيعة الحال فريق العاد أكبر من أي فريق، أيضا الكيميائية الموجودة بين عناصره يلي مش هيدا هو الموسم الأول أكتريتهم عم يلعبوا مع بعض، دائما عم بيكونوا موجودين بنفس التشكيلة إن كان على الصعيد المحلي أو على الصعيد الخارجي. كرة أيضا أمامية خطيرة جدا باتجاه عمر الكردي، سقوط عمر الكردي، ما في أي خطأ عم يكون الحكم، بل الكرة رح تنتقل لفريق العهد. أيضا عمر الكردي لاعب سريع جدا، لاعب خطير جدا، في حال قدر يستلم بالثلث الأخير من الملعب. الوقت يلي بعد ما شفنا أرنست أمام بمركز صريح أو بمركز واضح، خليني أقول هون الاحتكاك اللي حصل بين حسين دقيق وعمر الكردي، خطأ احتسب على لاعب فريق الصفا. مهدي خليل بيلعب الكرة الأمامية بخط الوسط، مقطوعة من هيثم فعور، صمام الأمان دائما بخط الوسط. الكرة من خليل خميس عم تنقل لحسين دقيق، أحمد زريق بترجع لدقيق، يعني زمان ما شفنا دقيق بالتشكيل الأساسية بالنسبة لفريق العهد، لأن علي حديد كان عم ياخذ هالمركز.
دقيقة عم يرجع اليوم كأساسي بغياب علي حديد بالوقت يلي هيثم فعور عم يلعب الكرة الأمامية باتجاه لمحمد قدوح على الجهة اليمنى لقدوح بمواجهة حاتم عيد الكرة عم تعود للخلف عند حسين زين منه لعند محمد حيدر حيدر الكرة الأمامية جميلة جدا تشاف اتجاه تشاف محمد طه مباراة كارثية مباراة كارثية لبل مأساوية كانت تقول لو نجح تشاف بالتسجيل ما بعرف ليه حارس مرمى الصفا مهزوز حاليا بالمباراة هل هو الهدف الأول يلي تلقاه أفقدوا تركيزه حارس مرمى الصفا ومنتخب لبنان كاد يتلقى الهدف الثاني بخطأ فعلا غير متوقع كاد يكون رح تشوفوا بالإعادة بأي طريقة خروجه كان لمحمد طه مارتن تشاف كان بالتأكيد بيقدر يستفيد من هالكرة ويوقع على ثاني أهدافه بدوري ألفا هالموسم كرة حاليا بالخلف نور منصور عم يحسمها بكل برود أعصاب بكل ذكاء إلى مهدي خليل بالإعادة مرة جديدة تشاف بعد تمريرة من محمد حيدر شو التمريرة من محمد حيدر لعيب محمد حيدر الرؤية الثاقبة عنده لمحمد حيدر عين الصقر خليني نسميها ما معقول كيف شافه لمارتن تشاف لمح ولعب الكرة الأمامية إرباكي كتير كبير كان عند محمد طه لو آمن بهالكرة بين مزدوجين خليني نقول مارتن تشاف كنا بالتأكيد حشوف الشباك عم تهتز بالوقت يلي زي الطحام يلعب الكرة الأمامية أيضا خطيرة لكن مهدي خليل من دون أي مشكلة بالكرات الهوائية حارس مرمى منتخب لبنان الحارس الأول لمنتخبنا قدر يلتقط الكرة ومعه يطلق الهجمة على هدوية مرة جديدة 19 دقيقة تقريبا على انطلاق هالمباراة العهد لا يزال متقدم بهدفه لتشاب بالوقت يلي هيثم فعور الاعتماد دائما على الكرات الأمامية الطويلة كرة حاليا على الجهة اليمنى الخطورة من قدوح أيضا قدوح بيلعب الكرة العرضية لكن هالمرة ما بتوصل لأي لاعب من فريق العهد زين طحان عم يضطر أكثر وأكثر يرتد للخلف زين طحان ما عم يقدر يشارك بالحالة الهجومية بسبب الضغط الكبير اللي عم يعملوه لاعبي العهد مع الكرة الأمامية جميلة جدا من منذر إنما كان في تسلل هالمرة بالكرة التسلل على محمد حيدر لكن الواضح فارس إنه الكرات بظهر الدفاع هي التعليمات الأساسية بالنسبة لباسم مرمر أكثر من كرة شفنيون وأكثر من خطورة بالطريقة نفسها يعني بعد مرور 19 دقيقة حالتين تسلل على فريق العهد هيدا بدل انه فريق الصفا عم بيلعب وعم بيطبق مصيد تسلل بس خطرة كتير هالخطة اذا ما زبطت مرة واحدة معقول كتير هجوم فريق العهد يستفيد ويسجل سلاح ذو حدين اذا بدكم مصيدة التسلل فريق العهد عنده فرص اكتر فريق العهد هو كل شيء لهلأ اذا بدكم بعد مرور 20 دقيقة على بداية المباراة زين طحان معه ستانلي الشاب اللاعب الكاميروني بيرجع لزين طحان منه بدوره لجمال خليفه خطأ وخطأ جديد من دفاع فريق الصفا هالمره اذا مش من الحارس من الدفاع يلي فريق العهد عم يجرب يستغل هالشيء فرصه لقدوح وفرصه جديده كمان العهد قريب كثير ما راح يتاخر ابدا ليسجل الهدف الثاني بالمباراه اذا كمل فريق الصفا بهالطريقه ارنست ارنست يلي يمكن هي اول كره عم نشوفه عم يلمسها وتعرض هون للاصابه ارنست اكيد كره رح تكون خارج الملعب بهالوقت من محمد شمس لتتم معالجه ارنست ارنست يلي قدم موسم جيد الموسم الماضي سجل 7 أهداف وكان بصداره ترتيب هدافي فريق الصفا بينما من ناحيه فريق العهد اذا بنطلع موني 13 هدف وادريس كوياتي 8 أهداف يعني 21 هدف لاعبين سجلوا منهم موجودين بقى مع فريق العهد الوحيد يلي كان ثالث مسجلي فريق العهد الموسم الماضي كان احمد زريق مع 6 أهداف مارتن تشاف هل رح يحل مشكله الهجوم مع غياب موني وكمان كوياتي هيدا الشيء اللي رح نعرفه خلال هالموسم وبتعرفوا مارتن تشاف يعني عنده سيفي كتير مهم لاعب ممتاز بس القصة انه يقدر يتأقلم مع الدوري اللبناني حاليا جمال خليفة بالكرة بيرجع بيقوم ارنست لمتابعة المباراة جمال خليفة بيلعب الكرة عالية ستانلي حلوة كتير كانت هالتمريرة بترجع لمارتن تشاف المتسلل مارتن تشاف كان بحالة تسلل صاحب الهدف الوحيد بالمباراة يمكن كرة وخطأ محمد طه ما كان ناطرها أبدا مارتن تشاف إنه معقول توصل لعنده فاجأته كرة وخسرها بالنهاية ما قدر يسجل فريق العهد الهدف الثاني هيثم فعور هيثم فعور كرة بعيدة لخارج الملعب ما راح توصل أبدا لزريق
هون عم نشوف فاليريو المدرب الروماني يلي عم بيقود فريق الصفا هالموسم، فريق الصفا يلي كان عنده عدة تعاقدات، يمكن أقل فريق من حيث التعاقدات كان فريق العهد هالموسم، تعاقد مع عدة لاعبين منهم بقي ومنهم تم إعارتهم لفرق أخرى. أحمد زريق عم بيجربوا على جهة زين طحان الاختراقات بمركز الظهير الأيمن، واللاعب كله عم بيكون على مركز الجناح الأيسر. ستانلي بيرجع بيلعب الكرة لمحمد شمس، محمد شمس للاعب من النيجير عبد الله كاتكوري. بدك تحفظ اسمه منيح شربي للموسم، من النيجير كاتكوري يلي بعد الكرة مع فريق الصفا، بعده فريق الصفا عم يبحث عن الخطر الأول إذا بدكم على مرمى مهدي خليل. ممتاز أحمد زريق، ممتاز هاللاعب، برجع الكرة لنور منصور، ترجع لهيثم فعور كابتن الفريق. هيثم فعور منه لحسين منصر، تمريرات مرتاح كتير فريق العهد من دون أي ضغط، ما كأنه ربيع عطايا وعيسى يعقوب وأحمد الصالح موجودين خارج الملعب. التشكيلة يلي موجودة بالملعب ما بتقل شأن أبداً عن بقية اللاعبين يلي موجودين على مقاعد الاحتياط. ما بدنا ننسى أبداً أكرم مغربي لاعب النجمة، سمير أياس كمان، مصطفى كساب يلي وصل لفريق العهد من فريق النجمة بموجب استغناء حر. هول اللاعبين اللي بيشكلوا مقعد الاحتياط عند فريق العهد. كمان على الجناح الايسر مثل العادي الهجمات كلها، بمرر كره حلوه كثير كانت محمد حيدر توشيف، كان عم بيجرب يحضرها لاحمد زريق بس من دون ما تقدر توصل للاعب فريق العهد. ارنست مشهور كثير باختراقاته ارنست، خلينا نشوف شو رح يعمل ارنست. بيتقدم بمرر حلوه كثير لستانلي، ستانلي 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 بيسدد اول خطوره صفويه على مرمى جبل مهدي خليل، بتمر الى جانب المرمى سنتيمترات قليله، ما كانت بعيده ابدا، وكاد فريق الصفا يعدل النتيجه من هالتسديده. هيك لازم الصفا يعمل، لازم يظهر من منطقته من هالكماشه اللي هو فيها ويجرب يخلق فرص. ستانلي كاد يسجل واحد من اجمل اهداف المرحله الاولى لو الكره صابت المرمى. يعني 25 دقيقه شربل، الامور لهلا واضحه، فريق العهد عم يبحث عن الهدف الثاني، الصفا بيعرف هدف ثاني مهم بتصير كثير صعبه عليه اذا دخل مرميه هدف ثاني، بده ينتبه وباقل خطوره باقل ريسك اذا بدك، عم بجرب يبني الهجمات، شفنا وحده منها هلا. يعني طبعا الشجاعه الهجوميه مطلوبه بالنسبه لفريق الصفا فارس، هذا الامر يلي كان عم يحاول يعمله ارنست وستانلي، عندما بيستلم ارنست الخطوره بتكون موجوده. لا مثل ما ذكرت هو اكثر من مهاجم، لاعب بيقدر يركض بالكره، بيقدر يتصرف بطريقه ذكيه، بيقدر يلاقي لاعب اخر للتمرير، هذا الامر يلي عمله مع ستانلي لانه حسب له ايضا هو كابتن هالهجمه. التسديده كانت قريبه جدا من مرمى لمهدي خليل، هدف تعادل ما قدر يسجله فريق الصفا، لكن متبقي 19 دقيقة على نهاية الشوط الأول، وقت كافي للصفا لمحاولة إدراك التعادل، لكن بالأول بده يجرب يضبط العهد على أرض الملعب. العهد لا يزال عم يتصرف بحرية، المساحة الموجودة بخط الوسط كتير كبيرة، لأنه خط الوسط الصفاوي عم يكون بعيد كتير عن منتصف الدائرة، خليني يكون عم يكون أمام خط الدفاع تماماً، وبالتالي الهجمة على هدوية عم تكون قريبة جداً من منطقة جزاء، مثل الكرة يلي عم ترتد لأحمد زريق، أيضاً عندما عم يقطعوا الكرة لاعبي العهد عم يكونوا على مقربة من منطقة الجزاء بسبب ارتداد لاعبي الصفا للخلف، هيدا أمر أساسي وهيدا أمر مهم، إضافة لنقطة مهمة ظهرت لحد الوقت وهو إنه لاعبي الصفا بعاد عن بعضهم بالحالة الهجومية، وبالتالي ما عم تقدر الهجمة تكون عم تنبنى بالشكل الصحيح وبالكثافة العددية المطلوبة. على كل حال دقيقة 27 العهد هو المستحوذ حاليا مع نور منصور يا بلاد قائد، هيثم فعور، الفعور ايضا على الجهه اليمنى لعند حسين زين، راح ليزيد محمد قدوح على الجهه اليمنى، لكن زين بقرر يلعب الكره اماميه لمارتن توشيف، خطيره جدا مارتن، انما التسلل كان واضح بالكره الاخيره. في رايي ان محمد رمال عم تعلن عن تسلل على مارتن توشيف.
دكتور غازي شعار رئيس نادي الصفا، والمحامي تميم سليمان رئيس نادي العهد جنبا الى جنب بالمنصه الرسميه لمتابعه هالمباراه. واكيد كل واحد منهم بيامل انه فريقه يسجل بدايه مثاليه بدوري الفا لهالموسم. طبعا بعد الفوز الافتتاحي للنجمه اللي كان اول فوز لفريق نجمه بمباراه اولى له بالدوري من موسم 2013-2014 بالمواسم الخمسه الاخيره تعادل باربع مباريات وخسر مباراه فريق النجمه بافتتاح المشوار، غير القاعده وباي طريقه وباي شكل وباي صوره بانتصار رائع جدا على فريق الانصار بنتيجه 4-2، رغم انه الانصار قدم مباراه كبيره ايضا على ارض ملعب مدينه كمين شامون الرياضيه. مطرح ما عم يستقبل هالمباراه وعم يستقبل العهد محاولاته، الكره الاخيره خرجت ما قدر يخلصها محمد ادوح، حتروح من التماس لمصلحه الصفا مع زين طحان، زين لعند جمال خليفه، تروح لعند ستانلي، من الغزيه الى الصفا ولا يزال ستانلي ايشابي اللاعب الكاميروني، الاحتلال الكبير اللاعبين الاجانب اللي بيمروا بالكرة اللبنانية وبيبقوا لأكثر من موسم، ستانلي واحد منهم. زين طحان رمية التماس باتجاه ارنست، حسين دقيق بيقطعها بهدوء مع هيثم فعور بيحمي كرته بشكل ممتاز، لكن كان في خطأ هون، خطأ لمصلحة هيثم فعور. عم نقرب أكثر وأكثر من أول نص ساعة من هاللقاء، العهد لا يزال متقدم بهدفه لمارتن توشاف مع كرة عند زراق يلي انتقل إلى الجهة اليمنى، تبادل المراكز مع محمد قدوح يلي صار موجود على الجهة اليسرى، زراق بهالصراع أيضا الكرة وصل لعند حاتم عيد، التقدم من حسن هزيمي، وأيضا هيدا الأمر يلي عم بتحدث عنه، ابتعاد لاعبي الصفا عن بعضهم عم يحاولوا يوصلوا الكرة الطويلة الأمامية، ومع ثبات خط دفاع العهد بمكانه من الصعب انه توصل الكره لعند ارنست، لانه نور منصور وخليل خميس جاهزين دائما ليستقبلوا. هالمره عمر الكردي هو يلي عم يستلم الانطلاقه، تبقى مع الصفا، روح من هزيمه لعند ستانلي، ترجع لعند محمد شمص، شمص بيحاول يلعبها بكعب القدم لعند هزيمه، بتبقى مع شمص منه لعند ستانلي مره جديده، ستانلي زين طحان بالانتظار على الجهه اليمنى، بالفعل عم يستلم زين طحان، زين عم يتقدم زين طحان، عم يواصل تقدمه زين طحان، ممكن يسدد كره قويه من زين طحان، لكن عم ترتد من دفاع العهد، الصفا مصر، الصفا عم يضغط، الصفا عم يحتفظ بالكره، مطلوب كره عرضيه من زين طحان، انما مقطوعه الى ركله ركنيه. نص ساعه اذا فارس برت العهد متقدم، لكن الصفا حاليا ممكن يصنع الخطوره من هالركله الركنيه. الركله الركنيه هي الاولى لفريق الصفا بهالمباراه، محاوله لزيد طحان يجرب يرفع الكره بس دائما بالمرصاد دفاع فريق العهد. خلينا نتابع الكره ونشوف اذا رح تعطي اي نتيجه داخل منطقه جزاء، بس بعيده بعيده بعيده. كمان لكل هواة كرة القدم، لكل يلي ناطرين مباراة النجمة وفريق الأهلي المصري، إدارة نادي النجمة خلينا نتابع شو عم بيصير، شو عم بيصير اليوم 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 اليوم، مش يومه أبدا لمحمد طه، مش يومه أبدا لدفاع فريق العهد، يعني كادويات عم بتقوم بالجملة، وفريق العهد عم بينجح إنه يتقدم 2-0 ويزيد تقدمه اكثر واكثر. هيدا اللي كنا عم نقوله، انه فريق الصفا ما بيحمل ابدا هدف ثاني. جمهور العهد اليوم يلي عم يحتفل بالهدف الاول، عم يحتفل بالهدف الثاني، والامور كلها عم بتكون مثل ما بده لصالح فريق العهد. بالاعاده بنرجع بنشوف الكره، شوفوا هون محمد طه، الكره طلع تايمينج مش مظبوط ابدا ابدا ابدا، بالاعاده من هالزاويه كمان محمد طه طلع مصابة للكرة، وهيدي الهدية، هيدا الكادو، وهيدا مارتن توشيف يلي عم بيعمل لهلأ دوبليه بالمباراة. يعني الخطأ واضح كان من محمد طه بالإعادة، زريق عم بمرر، وهون المنصر يلي مرر الكرة بيقول له لتوشيف سجل، خد كادو البدك إياه، ارفع رصيدك لهدفين، خلي العهد كمان يرفع رصيده اكثر واكثر بالمباراه.
كنا عم نحكي انه اداره نادي النجمه عم تشكر الاتحاد العربي لانه مباراه النجمه والاهلي المصري تعدلت وكان وقتها الساعه 5 صار وقتها 7:30 مساء نهار الخميس المقبل 7:30 مساء. هي دعوه رح تكون لجماهير كره قدم اللبنانيه بشكل عام وجمهور النجمه بشكل خاص لمواكبه الفريق لدعمه وتحقيق الانجاز التاريخي ان الله راد لكره القدم اللبنانيه. يعني هديه اولى شربل من محمد طه، هديه ثانيه من كمان اذا بدك محمد طه، طلع تايمينج ما كان مزبوط ابدا. المباراه يعني اليوم راح تكون صعبه كثير بالظروف يلي عم نعيشها على فريق العهد قدام على فريق الصفا قدام فريق العهد، لانه فريق العهد لهلا 5 حالات تسلل، تسديدات على المرمى، هدف ملغى، هدفين تم احتسابهم، يعني كل الامور عم بتشير ل اذا بدك سيطره تامه لفريق العهد على ملعب وجهه فريق الصفا. يعني اللافت فعلا بيعرف شو بده على ارض الملعب فريق العهد، لاعبينه بيعرفوا كثير منيح كيف يسحبوا لاعبي الصفا من التكتل الدفاعي يلي عندهم اياهم، ومن بعدها عم يقدروا يضربون بكره طويله بظهر الدفاع. الامر حصل بحاله الهدف الاول بالعديد من الفرص الخطره، بحاله الهدف الثاني تحديدا بعد كرته لاحمد زريق يلي وصلت لحسين مندر ومنه لمارتن توشيف. هيدا امر اصبح واضح، العهد قدر يفك شيفره تيتا فاليريو. خلوني اقول لحد الوقت بالمباراه مش بس بطريقة تقدمه بهدفين إنما بطريقة لعبه على أرض الملعب وتحكمه بالمباراة وبمجرياتها ومعرفته كيف يقدر يطلع الأفضل على أرض الملعب ويقدر يوصل. طبعا باتجاه مرمى محمد طه غير موفق اليوم على غير عادي، أمر مستغرب فعلا عم يحصل مع حارس مرمى الصفا. بدون شك اهتزت معنوياته وثقته بنفسه بعد الهدف الأول. هيثم فعور كرته لعند محمد حيدر على خط واحد تشاف وزريق بانتظار تمرير حيدر يلي بيختار يلعب لحسين دقيق. هيدي هي الاضافه الهجوميه وزياده عدد الدقيقه عم يقدر يعملها فريق العاد. هيدا الكره خطيره داخل منطقه الجزاء مع محمد قدوح بيعود للخلف للدقيق. حيدر بالانتظار بالفعل الدقيق بيلعب لعند حيدر بترجع لعند حسين دقيق والكره رائعه جدا بين رقم 10 ورقم 8 انما حيدر بيلعب الكره العرضيه خطيره جدا ممكن هدف ثالث. بالثلاثة العهد عم يضرب بالشوط الأول. محمد قدوح بطريقة ذكية جدا، لكن جمالية الهدف إلا 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 ما نشوفها بالإعادة كيف عبر جماليته وعبر الروح الجماعية اللي كانت موجودة بين لاعبي العهد كيف لعبوا الونطوح حسين دقيق ومحمد حيدر. شوفوا تابعوا 1 2 محمد حيدر دخل منطقة الجزاء موه الكرة ارتدت من دفاع الصفا لمحمد قدوح يلي سجل بطريقة ذكية وبشكل ذكي جدا إلى يساره لمحمد طه. فعلا تستحق الإعادة يا جورج من أولها، تستحق فعلا الإعادة من أولها لأنه جمالية هالهدف هي باللعبة الجماعية يلي بتعكس فعلا معنى كرة القدم. محمد قدوح اذا عم يسجل الهدف الثالث الى يساره لمحمد طه والامور فارس عم تصعب اكثر واكثر امام فريق الصفا يلي اصبح بصراحه امام مهمه مستحيله بهالمباراه. فريق الصفا غايب تماما تماما باول 35 دقيقه، يعني مش هيدا هو فريق الصفا ابدا يلي بنعرفه، الفريق العنيد الفريق الصعب جدا انه حدا يقدر يربح عليه. اليوم الامور كلها عم تتغير، فريق العهد عم بيستغل كل هفوة عم بتصير من الدفاع من حارس المرمى ليسجل 3 أهداف، ومين بيعرف يمكن الهدف الرابع على الطريق. الهدف الرابع على الطريق، مارتن توشيف جول، هاتريك 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 للاعب البلغاري. انهيار تام انهيار تام عم بيكون بدفاع فريق الصفا. فريق العهد هيدا منه فريق لبناني ابدا اليوم بالاداء يلي عم نشوفه، فعلا فريق اوروبي فريق عالمي عم يلعب الكره السهله السهل الممتنع. هيدا هو شوفوا التمريرات مثل ما بدهم مثل ما بدهم عم يتحركوا مثل ما بدهم عم يلعبوا مثل ما بدهم عم يوصلوا للمرمى. ومارتن توشيف كل هالكبت يلي خباه بكاس النخبه وبكاس السوبر عم بفجره بمباراه اليوم مع هاتريك اول بدوري الفا لكره القدم عن طريق اللاعب البلغاري
يلي عم يرفع رصيده من الاهداف لثلاث اهداف. ومين بيعرف بعد ما خلصت المباراه يمكن شربل يشوف اليوم مارتن توشيف يعمل هداف دوري من مباراه وحده. ما حدا بيعرف اذا فريق الصفا تابع بهالطريقه وبهالاداء. يعني حكينا على الحس التهديفي المميز يلي حكي عنه لاعبي العهد على مارتن توشيف، اليوم عم ياكد هالكلام. ثلاث اهداف لا تشاف عم توضعه بصداره الهدافين بشكل مبكر بدوري الفا. سوبر هاتريك وحده شفناها بالموسم الماضي كانت للحج مالك بمرمى النجمه بالمباراه الشهيره يلي انتهت بفوز الانصار على النجمه 5-1. اليوم مارتن توشيف قريب من السوبر هاتريك. ليه؟ لان عنده بعد وقت كثير، بعد عنده حوالي 48 دقيقه، خلينا نقول اكثر من 48 دقيقه مع الوقت المحتسب بدل عن ضائع اذا لعب حتى نهايه المباراه، انه يسجل هدف رابع. نادر مطر كان سجل هدفين بمباراه النجمه والانصار، لكن توشيف اليوم عم يسجل ثلاث اهداف وعم بيكون هو الصدارة. معركه حره حاليا لفريق الصفا. زين طحان هو خلف الكره، الحين عم الكره لداخل المنطقه، بالفعل الكره لداخل منطقه الجزاء. خطيره جدا كانت، فريق الصفا يعود للمباراه براسيه عمر الكردي، كان على مسافه قريبه من مرمى لمهدي خليل. دقيقه كثير كرته لزين طحان، لعبها بعيده عن مهدي خليل، لعبها بعيده عن دفاع العهد، لكن عمر الكردي اقصر لاعبي الصفا على ارض الملعب الى جانب محمد شمس ما قدر يستفيد من هالكره العرضيه وما قدر يسجل اول اهداف الصفا. كان بحاجة الصفا لهدف ليعود شوي إلى المباراة ليأخذ نفس. نور منصور حاليا هو اللي عم يطلع بالكرة، دائما بينقل الهجمة من الخلف بتكون عند لاعبي العهد. أحمد زراع عم يستلم، بينقل الكرة لعند خليل خميس. خليل كرته الأمامية بوسط الملعب، اللمسة واحدة جميلة جدا، طريقة تغيير اللعب عند فريق العهد، بيشوف وين المساحة وبينقلوا الكرة لإلى كرمال يبنوا الهجمة مثل ما عم يعمل حاليا محمد حيدر مع مارتن توشيف. شوفوا شو بتحرك مارتن توشيف بين خطي الوسط والدفاع، او خلينا نقول خطين الدفاعيين يلي عنده اليوم فريق الصفا. اليوم عم يتحرك بيناتهم، عم يعطي خيارات كثير كبيره للاعبي الوسط عند العاد، لانه وصلوا الكره للامام، وبنفس الوقت عم يقدر يزعزع خط الدفاع الصفاوي ويخلق الخطوره ويسجل ثلاث اهداف اليوم. هيدا دقيق كان عم يقطع الكره من امامه لزين طحان، عم ترجع لهيدا فاعور. استحواذ كبير لفريق العاد بالشوط الاول من المباراه، قدر يترجمه لثلاث اهداف مع حيدر. ايضا الكره الاماميه خطيره المره، محمد طه عم يخرج وقبله كان في راي من محمد رمال وفي تسلل، رح نشوفها طبعا بالاعاده. احمد زريق موجود على ارض الملعب، بالفعل التسلل كان موجود. مره جديده شوفوا الكره الذكيه من محمد حيدر، ما معقول فعلا انه الصقر محمد حيدر بيقدر يلاقي اي لاعب باي لحظه بجزء من الثانيه ويوصل له الكره بالاعاده. مره جديده هذه الفرصه الاخطر للصفا بالشوط الاول. مرتاح عمر الكردي، مرتاح يا عمر، كان فيك تسجل بدون شك على مسافه قريبه بكره راسيه من دون اي رقابه. عمر الكردي وضع الكره فوق المرمى، ما في هدف للصفا. خمس دقائق تماما على اتصاف اللقاء، دائما التقدم كبير للعهد 4-0. رساله شديده اللهجه بشكل ممكن من فريق العهد لكل الفرق الطامحه بانتزاع اللقب منه، بانزاله عن عرش دوري الفا لكره القدم يلي احتله باخر موسمين. كره مقطوعه من جمال خليفه، بترول عند ستانلي، العوده للخلف مع علي السعدي، منه لعند عبد الله كاتاكوري لاعب منتخب النيجر. ايضا ستانلي، كلام كثير من تيتا فاليريو وحسابات كثير من تيتا فاليريو وتخييرات بتوقعها من تيتا فاليريو مع انطلاق الشوط الثاني. قبل الشوط اكيد رح نحكي مع كابتن جمال الحاج عن كل التفاصيل العنوان عن سبب انهيار فريق الصفا بظرف اقل من 40 دقيقه وتلقي مرمى 4 اهداف. خليل خميس حاليا بالخلف، منه لعند هيثم فاعور، منقلها لعند نور منصور، التقدم من نور، منه لعند هيثم. مارتن توشيف شوفوا كيف عم يبين على خط التمرير محمد حيدر، هون بتوصل لتوشيف. هيدا امر مهم جدا يلي عم يعمله مارتن توشيف، قدر يستلم وقدر يغير اتجاه اللعب. وصلت لعند احمد زريق، حسين زين تبادل الكرات بهدوء ببروده اعصاب، محاوله قتل لريتم المباراه بالوقت يلي عمر الكردي بحاول يعمل بريسنج على كل اللاعبين. مهدي خليل طلع الطابه الى خارج ارض الملعب، مهدي خليل رمي التماسح للصفا. هذه خليل الموسم الثاني مع العهد بعد انتقاله له من الصفا. محمد قدوح لعند الفاعور، ايضا حيدر بوصلها للقدوح، توشيف عم يطلع، محمد قدوح ممكن يلعبها لتوشيف، بيختار يلعب لحيدر يلي عم يتقدم.
ايضا محمد جوع على الجهه اليسرى، محمد وحيدر، هيثم فعور دائما دائما بس تكون الطريق مغلقه العوده الى الخلف هيدا امر مهم ومهم جدا. بوقت حسين زين عم يعمل حركه دفاعيه رائعه جدا هون وعم يعمل الخطوره للعهد خطيره جدا للعهد، انما محمد طه كان موجود المره على كرته لحسين منذر. امر واضح يلي عم يعمله فريق العهد هو انه عم بيهاجم من دون اي توقف. شوفوا عدد التسديدات يا فارس بين الخشبات الثلاثه، 6 للعهد ولا اي تسديده للصفا، الارقام بتحكي عن حالها. يعني 6 تسديدات كمان، هذا سؤال للكابتن جمال الحاج، 6 تسديدات بيناتهم 4 اهداف، هيدي نسبه عاليه كثير. ما بعرف شو رح تكون تعليمات فاليريو، شو رح تكون تعليمات باسم بين الشوطين، باسم مرمر لانه ما بتصور بقى في شيء لازم أكثر من هيك يحكوا، الأمور لازم ما تتدهور أكثر وأكثر من ناحية فريق الصفا، فريق العهد ما عم بيكتفي بالأربع أهداف، عم نشوفه عم بيهاجم بعد بده أهداف، خاصة إنه هو صاحب أقوى خط هجوم الموسم الماضي مع 50 هدف، صاحب أقوى خط دفاع مع 9 أهداف بس دخلوا مرمى فريق العهد ب 22 مباراة. العهد حالياً لكن يلي هلا فتحوا شاشة الإم تي في فيكم تصدقوا النتيجة، لأنه لأول وهلة ما حدا رح يتوقع 4-0 العهد على الصفا بأول شوط من هالمباراة. فريق الصفا بعيد كليا كليا عن فريق الصفا يلي منعرفه بالشوط الأول، وهالشي كلفه من أخطاء كانت من محمد طه حارس المرمى ومن الدفاع. وقت بيصير في ضياع ما فيك تلوم حدا بقى أبدا، هيدا الشي اللي لازم فاليريو هلأ بين الشوطين يهدي اللعيبة يرجع يدخلهم بجو المباراة تما يكون في كارثة أخرى بالشوط الثاني مثل ما كان في كارثة بالشوط الأول. العهد عم يتقدم 4-0 وبطريقه إذا بقيت النتيجة هيك ليتصدر ترتيب المرحلة الأولى من دوري ألفا لكرة القدم. الوحيد مارتن توشيف اللاعب البلغاري اللي سجل هاتريك لهلأ بدوري ألفا عم بيتصدر ترتيب الهدافين، عم بيتقدم مع 3 أهداف قدر يخطفهم اللاعب البلغاري، وفي تسلل جديد، تسلل جديد عم بيكون على فريق العهد بهالمباراة، حالات تسلل عم بتزيد أكثر وأكثر، عم بجرب توشيف يزبط، هيدا التسلل واضح كان، وقت انطلق توشيف كان موجود بموقع متسلل نص دقيقة على نهاية الوقت الاصلي لزمن الشوط الاول، يعني ما بتصور رح يكون في اكثر من دقيقه يعني الحكم رح يعطيها حسين ابو يحيى. ستانلي هون بيتعرض للخطا من حسين منذر، فاول لفريق الصفا بمنتصف الملعب، بس المرمر رح يكون مرتاح كثير 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 بين الشوطين بعكس فاليريو. هيدي نتيجه المباراه، والحكم الرابع محمد عيسى اللي عم يتقدم ليعلن عن الوقت المحتسب بدل عن ضائع، مثل ما توقعت رح يكون دقيقة واحدة مش أكثر من هيك أبدا، لأنه ما كان في إضاعة وقت بالشوط الأول، ما كان في تبديلات، والأمور رايحة لتنتهي على هالنتيجة. عهد 4 الصفا 0، وعنده كثير أشياء جمال الحاج ليحكيها بين الشوطين بالاستوديو التحليلي ليخبرنا شو صار مع فريق الصفا تحديدا، كيف قرى الشوط الأول. فريق العهد حاليا يمكن تكون الهجمة الأخيرة بهالشوط. أحمد زريق، أحمد زريق بغير اتجاه الكرة لعند محمد حيدر، محمد حيدر بهديها بيرجعها خلفية لعند خليل خميس، منه لحسين دقيق، حسين دقيق بمرر لمحمد حيدر الوانتو مع حسين دقيق، حسين دقيق بده يلعب الكرة بس كان متسلل لقدوح مشان هيك ما مرر له إياها. عمر الكردي مع هالكرة الحكم بيعلن نهاية الشوط الأول من هالمباراة بنتيجة كبيرة، نتيجة ساحة، نتيجة تاريخية لفريق العهد بنتيجة 4-0، أعلى نتيجة سجلها العهد على الصفا بتاريخه كانت ب 5/5/2008 وقت ربح العهد 5-0 على فريق الصفا. مين بيعرف إذا هالنتيجة رح تتغير أو رح تبقى؟ لهلا تقابلوا 48 مرة، العهد عم بيفوز 23 مرة على الصفا، الصفا 14 مرة، وتعادلوا الفريقين 11 مرة. على كل، خليكم معنا لناخذ البريك الإعلاني من بعد الاستوديو التحليلي، وبنرجع لنلاقيكم مع بداية الشوط الثاني.
مرحبا فيكم مرة جديدة مشاهدينا مع قبل بداية بالأحرى الشوط الثاني من لقاء العهد والصفا. نتيجة كانت كبيرة لفريق العهد بالشوط الأول 4-0. رح أروح دغري بشكل سريع لأحكي مع كابتن جمال عن أسباب انهيار الصفا بهالطريقة، فعلا المفاجأة للكل، وخصوصا أنه حكينا قبل بداية المباراة أنه الصفا عم يلعب بتحفظ دفاعي واضح بثلاث مدافعين بالخلف وأمامهم ثلاث لاعبي أو أربع لاعبي وسط كمان عندهم مهمات دفاعية. صحيح، يمكن من عدة أخطاء أدت لهذا الخسارة. أول شيء بدي بلش من البداية، عامل الوقت، يعني الوقت فريق الصفا تحضيراته كانت متأخرة، كان على مستوى المدرب ولا الانتدابات واللاعبين اللي جدوا، هذا بحاجة لوقت. اللياقة البدنية عند فريق الصفا رقم 2، هذه كمان حتى شفناه بالنخبة ما لعب مباريات كثيرة، على مستوى التحضير ما عمل مباريات على مستوى عالي لنشوف جهوزية البدنية. مستوى الأخطاء الفردية، يعني احنا عم نحكي عن شكل الفريق، عن التكتيك، لعب في المدرب ممتاز ليحاول يقلص الفوارق مع العهد، لكنه الأخطاء الفردية توقف حاجز أمام أي شيء، أي مدرب شو بده يعمل أمام الأخطاء الفردية، خاصة من بالثلث الأخير من دفاع وحارس المرمى. هيدا عوامل كلها أثرت، عطت أريحية لفريق العهد اللي سجل هدف ممكن أراحه كتير، زائد اللعب على خط واحد بمنطقة بعيدة عن المرمى. خط الواحد ما نحن مع الخط الواحد، لكنه عندما تكون اللعبة على اليمين مثلا فالمدافع الأيسر المفروض يكون عامل ميلان، عم يكون خط واحد جالس ما عم يكون في ميلان، عم نشوف لعيبة العهد عم يلعبوا على الخط مع المدافعين. صح. وعم يضربهم بسرعتهم. طيب هيدي النقطة اللي بدي أتحدث عنها، يعني العهد الأمر المميز يلي عمله، عرف أي متى يطلع دفاع الصفا ويضربه بظهره. هيدي أكثر من مرة صارت، يعني مش بس بحالات عدد كتير من الأهداف، إنما بعديد من الفرص حالات كتير. هو اللي صار إنه العهد صار مرتاح بالبناء، لأنه ما في الكثافة العددية بالخلف، مرتاح بالبناء، قلنا الوسط عمق الوسط حيكون مرتاح، كانوا مرتاحين بالبناء، وبالتالي كانوا عم يقدروا يبنوا صح ويوصلوا كرات خلف المدافعين اللي هن كانين ما عم يعرفوا يوقفوا، فبالتالي خلت فريق العهد يضربهم لدفاعات الصفا، خلت الزيادة العددية حسام منذر ولا محمد حيدر بكثير من الأحيان يعملوا زيادات عددية. هيدا الأمر اللافت، يعني حسام منذر هو اللاعب الارتكاز اللي عنده دائما المهمة أنه يروح للهجوم، يروح لقلب المنطقة مع ثبات هيثم فعور. أيضا نقطة مهمة، يعني عم نعطي العهد حقه هجوميا لكن ايضا ما نعطي حقه دفاعيا. اليوم حسين زين، حسين دقيق عم بيختاروا اللحظه المناسبه ليتقدموا، مش عم يتقدموا بطريقه عشوائيه. نور منصور وخليل خميس الثابتين بالخلف ما عم يسمحوا ابدا لارنست يستلم. فريق العهد بشكل عام بالمنظومه اللي عم يشتغل فيها عم يشتغل كثير ممتاز، وقت ما الفريق بيكون عم يلعب بشكل منيح عم يبني مرتاح، وقت ما الفريق عم يسجل، وقت ما الفريق عم يتحرك عم يبني جمل، عم يلعب بكرات سهله وسلسه، في تناغم، في انسجام بالفريق، في حفظ لادوار اللاعبين، في تغطيه للاعب اللي عندما بيتقدم لزميله بدون ما حدا يوجهه، بدون ما حدا يغري اوتوماتيكيا. شفنا محمد حيدر وزع هدايا كثير بكتير، الرؤية اللي عنده اياها عم تكون اكثر من ممتازة. كمان احمد زرق ببعض الاحيان لعب هذا الدور، قلنا من البدايات انه احمد زرق هن ميلتهم هن هو محمد حيدر عم يكونوا بصناعه الهجمات، دوح اكثر عم بيكون مع توشاف بالعمق الهجومي ليقدر يسجلوا هذا الهدف الاول كان من هالخلال. بدنا نقول يحسب لمارتن توشاف مش بس تسجيله، طريقه تحركه واعطائه الخيار لمحمد حيدر او لاحمد زرق ليلعبوا له التمريره بظهر الدفاع، يعني عم يلعب على خط الاوفسايد بكثير من المحلات، يقدر يكسر مصيد التسلل ويروح لينفرد بالمرمى 100%. ما مطلوب من اللاعب المهاجم بلبنان الاجنبي انه يكون هو والله لاعب خارق، مطلوب انه يدخل بالمنظومه ويفيد الفريق بشكل مباشر وغير مباشر، وهذا الامر عم يعمله توشاف بشكل مباشر وغير مباشر، لاعب منسجم مع لعيبته، عم يتحرك صح، عم بيسجل، عم بيحضر، عم بيساهم بخلق المساحات، وهذا المطلوب، ما المطلوب انه هو يعمل كل شيء، ففريق العهد على مستوى تكامل المجموعه عم بيأدي دور مباراة كبيرة، رغم انه الفريق بعده بدنيا يبدو انه 80% بعده ما وصل للجوزية البدنية، وعنده دكة بدلاء كمان بحاجة لتحضير، وهي فرصة يمكن اليوم كابتن. بس الجوزية الذهنية رهيبة، لأنه اليوم أنت لما تفوت على هيك مباراة وتشوف شو بوجهك، خمس مدافعين إلى ست مدافعين إلى سبع مدافعين، بده يكون عندك ارتباك بأفكارك، ساب النفس والصبر على الهدف، يعني صبروا كتير لاعبي العهد يقدروا يقروا شو ناطرهم على أرض الملعب ولقيوا الثغرة وقدروا يستفيدوا منه. هذا الثقة والصبر حتى الانسجام والتناغم عند اللاعبين، الفريق
على المستوى الخطوط مترابط، على مستوى الأفراد في لعيبة قادرين يعملوا الفرق، في لعيب المهاري موجود، المقاتل موجود، التكتيكي موجود، اللي بيتحرك بدون كرة موجود، اللي بيسجل، كله عم نشوف الفريق عم بيكون خطوطه مترابطة وعناصره مكملة كلها لبعض، عناصره كلها، ما عم نقول هو الفريق الخارق أو المثالي، لكنه لا لحد الآن بهذا المستوى بالبطولة لحل هالمستوى من الجهوزية مع دكة البدلاء الموجودة، فريق العهد اليوم قدم رسالة قوية لكل الأندية بلبنان. بس يمكن البعض يقول لك إنه الصفا منه منيح اليوم، أو حتى حارسه محمد طه يلي قدم شوط أول يعني فعلا يمكن الأسوأ لأله بمسيرته بعالم الفوتبول. حتما حتما ارتكب أخطاء الصفر، حتما ارتكب أخطاء، ما في فريق لو لم يرتكب أخطاء ما قدر، حتما هذه كرة القدم، ما عم نقول نحن الصفاء ما انه حاضر بدنيا، المجموعة مش منسجمة، ارتكب أخطاء فردية إن كان مدافعين ولا حارس مرمى. طيب بالتالي هذه كلها سريعا أمام العهد تخطئ أخطاء. سريعا خلينا نحكي قبل ما بداية الشوط الثاني، الصفا هجوميا أو بدأ الشوط الثاني، رح نرجع نحكي بعد المباراة، خلينا نروح لعند فارس وأكيد بعد المباراة رح يكون عندنا كلام كتير مشاهدينا، بتمنى استمتعوا بالشوط الثاني. شكرا شربي، البداية الشوط الثاني من مباراة العهد والصفا، الصفا شو رح يعمل بالشوط الثاني؟ الأمور صعبة جدا جدا. هون عم نشوف تبديل، عم بيكون حسين غملوش بدلا من محمد شمس من ناحية فريق الصفا، كمان كان عم بيدخل حسين العوطة من ناحية فريق الصفا، عم بيكون في تبديلين مع فريق الصفا بدلا من جمال خليفة، يعني جمال خليفة خارج الملعب، وأيضا التبديل يلي صار محمد شمس خارج الملعب، تبديلين شايف فاليريو انه لازم يكونوا مع بداية الشوط الثاني، يلي الصفا مبلش الشوط الثاني أفضل يعني نوعا ما من الصفا بالشوط الأول. خلينا نتابع ونشوف شو رح يعمل فريق الصفا، اذا رح يقلص الفارق رح يرجع للمباراة، ولو الامور صعبة بس ما في شيء مستحيل، مين كان بيتوقع انه العهد يخلص الشوط الاول بنتيجة 4-0؟ تمريرة امامية وداخل منطقة الجزاء، بيطلع بالبوكس بيبعدها مهدي خليل عن طريق الخطأ، وكاد فريق الصفا انه يخلق اول فرصة له على مرمى فريق العهد، ترجع الكرة مع القدوح، قدوح صاحب هدف بهالمباراة مقابل هاتريك لتوشيف يلي بيتقدم، بس بده ينتبه لأنه كتير بينسى حاله بمصيدة التسلل. فريق العهد صاحب الألقاب إذا بدكم من ناحية الدوري اللبناني 6 ألقاب، فريق الصفا 3 ألقاب، فريق العهد ماشي على الطريق المضبوط، ماشي على السك المضبوط، اخرها كان كأس السوبر على حساب فريق النجمة، احرز كأس السوبر قبل بداية دوري الفا لكرة القدم، انهى الدوري الموسم الماضي بالمركز الاول، الصفا كان ثالث، الصفا يلي عم يبحث اذا بدكن عن لقب لإله بالدوري اللبناني، لأنه فريق الصفا صار له فترة طويلة غايب عن الألقاب من ناحية الدوري اللبناني، آخر مرة كان بموسم 2015-2016 وقبلها بال 2012-2013-2011-2012، يعني الصفا موسمين غايب، وقبلها كان عم يحرز كمان ألقابه الثلاثة بآخر إذا بدكم 7 أو 8 سنوات. فريق العهد ما بده ينام ابدا على الاهداف الاربعة، ما بده يضمن نتيجة المباراة انه خلص خلصت المباراة، معقول كل هدف يكون له اهميته بعدين. خلينا نتابع ونشوف هالفورة الصفوية كيف رح يقدر يهديها فريق العهد مع بداية الشوط الثاني، طبيعي يكون في هالفورة يلي ناطرينها كلنا. حسين العوطة يلي وصل من فريق الشباب العربي وانضم لفريق الصفا هالموسم، كتار من لاعبي فريق الشباب العربي كانوا عم ينضموا لفريق الصفا، ما زال فريق العهد عم بيتابع بالتشكيلة اللي بلشت المباراة، طالما ما في ضرورة لينزل لاعب مثل عيسى يعقوبو، ما ضرورة تشوفوه بالمباراة إذا ما بده ياخد ريسك أبدا باسم مرمر من ناحية الإصابة الخفيفة اللي عنده إياها عيسى يعقوبو. إرنست عم بيخسر الكرة، إرنست ترجع أهداوية، ما زالت مع فريق الصفا، حسن هزيمي يلي بيرجع بلم الكرة، عبد الله كاتكوري بترجع لا ستانلي عم بجرب يلعب الكرات الطويلة، والكرات الطويلة ما بتعطي نتيجة كتير مع لاعبي فريق العهد. مارتن توشيف
صاحب الهاتريك الاولي بدوري الفا لكرة قدم توشيف، بغير اتجاه الكرة ناحية اليمين لعند محمد قدوح. محمد قدوح شو راح يعمل؟ شو راح يعمل لقدوح؟ بمرر بدوره لاحمد زريق، احمد زريق بغير اتجاه الكرة ناحية اليسار، حلوة كثير الفرصة، ومارتن توشيف كان قريب من السوبر هاتريك، قريب كثير كثير كثير. شو حلوة هالتمريرات، شو حلو الفن الرائع يلي عم نشوفه اليوم من فريق العهد. اكيد رح يكون مرتاح اكثر فريق العهد مع انهيار لاعبي فريق الصفا، بس اللمسه واضحه، الفكر الكروي واضح عند فريق العهد، عم بيقدر يوصل بسهوله لمرمى فريق الصفا، التمريرات عم بتكون اكثر من ممتازه. فريق العهد ما بتصور رح يتاخر ليجري اول تبديل لإله بالمباراه. مارتن توشيف على الارض، مارتن توشيف تمريرته ما كان بيقدر يعمل لها شيء ابدا، هالتسديده اللي كانت منه محمد طه كان بس بيكتفي انه يتفرج عليها لو الكره صابت مرمى خارج المرمى. ركله مرمى رح تكون لفريق العهد مع الخليل الجبل يلي بيلعب الكره دغري لحسين زين، بمرر بدوره لحسين منذر، بترجع الكره عند خليل خميس. خليل خميس بفضل يمرر على الجهه اليسرى لعند حسين دقيق. كره حاليا مع هيثم فعور يلي بيلعبها اماميه ساقطه، بس في تسلل، هيدا التسلل التاسع على فريق العهد بهالمباراه. حسين غملوش يلي كان عم بمرر الكره لارنس، ما راح تمرق ابدا هالكره، راح تنقطع. فريق العهد بده يجرب يرفع النتيجه اكثر واكثر، كنت عم بقول لكم انه النتيجه الاعلى بتاريخ مواجهات فريقين، هون عم نشوف حاله تسلل، كانت للعهد 5-0 بال 2008، اول مواجهه بين العهد والصفا بتعود تحديدا ل 31/10/98 وقت الصفا ربح 3-1. محمد قدوح، محمد قدوح بمرر منه للزريق، زريق للفعور، فعور للضيق، بغير اتجاه الكره، ضيق بيمرقوا لاعبي فريق العهد، وبيطلع محمد طه من مرميه بيلتقط الكره. هول هن الزرائط يلي انا بسميهم لفريق العهد، بيعرفوا ايمتى يضربوا، ايمتى بيعقصوا بالوقت المناسب. ان شاء الله نشوف مباراة حلوة بين النجمة والأهلي المصري، وكل توفيق لفريق النجمة بمباراته قدام الأهلي اللي صار موعدها بذكر 7:30 بدلا من الساعة 5 نهار الخميس المقبل بإياب دور 32 من بطولة الأندية العربية. شرب كنا عم نسمع جمال الحاج وكان عم يحكي عن تحضيرات الفريق الصفا ما قبل الدوري والمباريات يلي خاضها، بس كمان كلمة قالها مظبوطة، شو بيعمل المدرب قدام الأخطاء الفردية يلي بيوقع فيها حارس المرمى أو الدفاع؟ بيوقف المدرب بيلعب دور المتفرج، ما رح يقدر يعمل شيء أبدا. يعني بنهاية الأمر تيتا فاليريو عنده فقط 3 تبديلات يعملون، 10 لعيبة و11 لاعب موجودين على أرض الملعب، اللي عملهم إدخال حسين العوطة وطبعا إدخال حسين غملوش، على امل انه يقدر يغير شيء بالشوط الثاني يلي حاليا عم يتوقف بسبب اصطدام مثل ما تابعنا بين محمد قدوح وزين طحان. كل السلامات للاعبين، رح نشوف شو اللي حصل اكيد بالاعاده. هي هي الاعاده، شوف محمد حيدر لعب الكره هون، محمد طه قطعها، السباق للكره بين قدوح وزين طحان والاصطدام اللي حصل بيناتهم. كل السلامات فعلا للاعبين. محمد قدوح يلي قدم نفسه بشكل ممتاز بالموسم الماضي مع فريق العهد، قدر يسجل 5 أهداف بدوري الفا. طبعا هداف العهد الاول هو مهاجم الانصار الحالي كان حسن شعيتو موني ب 13 هدف، ادريسا كوياتي الايفواري قدر يسجل 8 اهداف، احمد زريق سجل 6 اهداف، وقدوح كان عنده 5 اهداف. الحديث طبعا عن الاجانب اللي عم يبرز منهم اليوم بشكل كثير كبير، مارتن توشيف ياخذنا للكلام عن التعاقدات يلي اجرتها الانديه
على صعيد اللاعبين الأجانب. يعني طبعا القارة الأفريقية الأكثر تمثيلا عندما نحكي عن اللاعبين الأجانب، 26 لاعب أفريقي بدوري ألفا هالموسم مقابل 10 لاعبين لبقية القارات. طبعا الصدارة للسنغال بثمان لاعبين، على رأسهم هداف الموسم الماضي الحج مالك. غانا عندها 7 لاعبين، هناك أيضا لاعبين من الكاميرون، نيجيريا، ساحل العاج والنيجر مثل كاتاكوريا اللي عم نشوفه اليوم على أرض الملعب، لاعبين من تونس وغينيا وسيراليون وموريتانيا، طبعا عن أبادون ياس لاعب السلام زغرتا. أما على صعيد اللاعبين الأوروبيين فعندنا 4 لاعبين مثلهم بالنسبة للاعبي القارة الأمريكية، بينما اقتصر تمثيل آسيا على لاعبين من سوريا تحديدا بشكل نصف العربي. وجود لاعب تونسي هو حسام اللواتي بالأنصار وآخر من موريتانيا، عم بحكي طبعا برجع عن أبادون ياس. أسمع كرة حالية خطيرة للعهد، الكرة الأمامية عم طاعة عم يخرج المرة أمام نور منصور وعم يلتقطها بسرعة لعند حاتم عيد. حاتم الكرة الطويلة لعمر الكردي، هيثم فاعور شوفوا وين موجود ليقوم بعملية التخطيط، قدم نور منصور، هيثم فاعور بيكون موجود مكانه بالخط الخلفي، بيتحول لقلب دفاع. شوف بالإعادة هون الخطأ يلي احتسب، الوقت يلي في كرة كان باتجاه مرمى فريق الصفا. كورنر راح يكون للعهد، طبعا ممكن نشوف هدوء كثير كبير بالشوط الثاني. هذا يلي حصل الإعادة مرة جديدة، الكرة الأمامية يلي قطعها كاتاكوري إلى خارج أرض الملعب. ركلة ركنية راح تكون إذن لفريق الصفا مع محمد قدوح إلى يمينه لمحمد طه، أو حسين منذر هو يلي عم ينفذها إلى يمينه لطه، بيلعب الكرة لداخل منطقة الجزاء مقطوعة من دفاع الصفا على مرحلتين. فرصة للصفا للارتداد، أيضا التقدم من عمر الكردي السريع، عمر الكردي لكن محمد حيدر كان أسرع منه. شوفوا محمد حيدر كيف راح ليقوم بالواجب الدفاع وقدر يقطع الكرة ويخلي الكرة مع العهد ليرجع ينطلق العهد، لكن مش لوقت طويل لأنه ستانلي قطعها. ستانلي عم يحاول يتقدم بواكبة بخليل خميس، ستانلي بحطها لعند العوطة. أيضا التقدم من فريق الصفا، كرة جميلة لعند إيرس، ممكن هدف أول للصفا، كرة إلى خارج أرض الملعب إلى ركنة ركنية، إنجاز لمهدي خليل على كرته لأرنست أنانج. أرنست أنانج إذن هو يلي كان عم ينفرد بمهدي خليل، لكن كرة أرنست إلى خارج أرض الملعب بعد هالإنجاز من مهدي. شوف فعلا يحسب لمهدي، ولو إنه أرنست كان بإمكانه إصابة المرمى بشكل أفضل بالوقت يلي التمريرة كانت للغملوش. لا 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 لا، ما في حظ أبدا لفريق الصفا. كرة زين طحان الرأسية عم ترتد من العارضة وعم تعود من بعدها إلى مهدي خليل، مرمى مهدي خليل عم ينجى من هدف. يعني فعلا رغم فرصه القليلة فريق الصفا إنها عم تكون فرص خطيرة. هذه كرة الغملوش على رأسه لزين طحان، إنما العارضة هالمرة، العارضة يا فارس أخذت دور مهدي خليل بالوقت يلي كان فيه الصفا يقول قادر عود للمباراة ولو إنه مهمتي صعبة جدا. يعني الأمور كلها اليوم ما عم بتكون أبدا لمصلحة فريق الصفا، عم نحكي من سوء الحظ يلي عم بيلازم فريق الصفا من حيث الأخطاء الفردية من حارس مرمي، من حيث إذا بدكم الفرصة يلي كانت سهلة كتير مقابل هالشي العاهد عم بجرب يستغل الأمور كلها ليسجل الهدف الخامس منه بعيد أبدا. إذا كمل فريق الصفا بالانجرار للهجوم فريق الصفا ما عاد عنده شيء يخسره، بده يتقدم، وهون فريق العهد بده يجرب يستغل هالشيء ليعتمد أكثر وأكثر على المساحات يلي رح تكون فاضية، المساحات يلي رح تكون واسعة قدام مهاجمينه ليخترقوا دفاع فريق الصفا ليروحوا أكثر وأكثر لقدام. حاليا أحمد زريق منه لمحمد حيدر، بترجع لأحمد زريق، تبادل كرات لمارتن توشيف. مارتن توشيف صاحب الهاتريك برجع بقول الأولي بدوري ألفا لكرة قدم هالموسم، يعني لهلأ 18 هدف بالمرحلة الأولي وهيدا رقم عالي ونسبة تهديف جيدة جدا. في خطأ صفاوي واضح بمنتصف الملعب، حسين أبو يحيى اللي ما رح يتأخر أبدا ليحتسب الخطأ لصالح فريق الصفا.
بالإعادة بنرجع بنشوف الخطأ يلي كان هون عم بيقول الحكم من حسين منذر. فرصة جديدة كمان فريق الصفا بالشوط الثاني غير الصفا بالشوط الأول. إرنست أنانج اللي هون عم بيسدد الكرة ولو اجت ضعيفة بس المحاولة موجودة. المهم يحاول فريق الصفا يظهر من فكرة الصفر أربعة يركز أكثر. وفريق العهد بالهجوم، فريق العهد حاليا بالهجوم، كرة هون عم بيقطعها لاعب البديل حسين العنطة لاعب فريق الشباب العربي اللي وصل هالموسم لفريق الصفا. أمامية لإرنست، إرنست بيتعرض لخطأ، في خطأ واضح كان بهالوقت من نور منصور، في كمش كان بالقميص لإرنست والحكم أبو يحيى بيشوف هالشيء. بحركها فريق الصفا بسرعة للكرة، ستانلي بمرر منه للغمبوش، غمبوش على الجهة اليمنى مع تسديدة بين ايدين سهل كتير بين ايدين مهدي خليل. محاولة كانت من زيد طحان وايضا عمر الكردي بده يجرب حظه هلا. والتبديل الاول بصفوف فريق العهد صار جاهز مع ربيع عطايا. ربيع عطايا صاحب اغلى صفا اذا بدكم، وانتقال كان بموجب انتقال ثلاث لاعبين لفريق الانصار، ربيع عطايا لفريق العهد. محاولة جديدة وتسديدة بعيدة كانت من حسين العوطة. هاي الكرات من الصعب جدا انه تدخل بمهدي خليل. هلا بنشوف ربيع عطايا بدلا من مين. ربيع عطايا يعني ما كان جاهز بدنيا قبل انطلاق الدوري وقت انضم لفريق العهد، واكيد الشغل عم بيكون لربيع يرجع بلياقته البدنية المعتادة. وقت يرجع ربيع ما كانوا لا غبار عليه، رح يكون بالتشكيل الأساسية لفريق العهد. حسين منذر منه لهيثم فعور، هيثم فعور خلينا نشوف تبديل أول بدلا من مين. الخيار رح يروح عند باسم مرمر. نور ينطلق، نور كرة ما زالت مع فريق العهد. حسين زين واحد من أبرز اللاعبين بمركزه كظهير أيمن بين الفرق اللبنانية. مارتن توشيف، ترجع لمارتن توشيف. مارتن توشيف عم بيتعرض، عم بيتعرض للعرق اللي ما راح يتركوه أبدا. سجل ثلاث أهداف بمرمى الصفا، ما راح يكونوا اللاعبين الصفويين راضيين عنه أبدا. والتبديل راح يتم. صاحب الهدف الثاني بهالمباراة أو الثالث محمد قدوح خارج أرض الملعب بدل منه ربيع عطايا. ربيع عطايا اللي راح ينزل بتشكيلة فريق العهد بآخر 28 دقيقة من الوقت الأصلي لزمن المباراة. حلو كتير شربي اللي ينزل اللاعب والنتيجة نوعا ما مضمونة. حلو المدرب كمان يعمل تبديلاته وبيكون بوضع مرتاح. يعني إذا اليوم ما في لزوم لعيسى يعقوبو ما راح يشرك عيسى يعقوبو أبدا. بس مرمر ما ياخد أي مخاطرة فيه، بيتركه للمباراة المقبلة. ومباراته المقبلة راح تكون لفريق العهد بمواجهة فريق الراسينج، بينما فريق الصفا راح يواجه فريق الشباب الغزية بالمرحلة الثانية من دوري ألفا لكرة القدم. يعني طبعا مرتاح باسم مرمر، مرتاح العهد، وبالتالي هذا الأمر مريح بالنسبة للاعب مثل ربيع عطايا، بحب ياخد المبادرات الهجومية، بحب يكون قريب من منطقة الجزاء. تشوف ربيع عطايا بأول إطلالة رسمية له بألوان العهد بدوري ألفا شو ممكن يقدم. راح يقدم الإضافة الهجومية والمتعة إلى جانب محمد حيدر وأحمد زرائق، ثلاث لاعبين بيلعبوا بقدمهم اليسرى، ثلاث لاعبين أصحاب مهارات وأصحاب قدرات هجومية وتهديفية. هيدا هو العطايا عم يستلم على الجهة اليمنى، العطايا بحاول يدخل منطقة الجزاء، ببرر كرة جميلة لعند حيدر، بتنقل الكرة على الجهة اليمنى محمد حيدر، بتبقى مع حسين زين، حسين زين بعيد لعند مين؟ لعند العطايا بقدمه اليمنى، ما بيلعب العرضية إنما بيلعب أرضية لحسين زين، تبريرة جميلة كانت لكن قدر يقراها. دفاع الصفا بتروح لعند حسن هزيمة، والهزيمة أصبحت أقرب وأقرب من فريق الصفا بمباراة اليوم، وصل لدقيقة 64 تقريبا والصفا لا يزال متأخر بأربع أهداف. نتيجة ما كان بيتوقعها بالتأكيد أشد المتشائمين الصفويين اليوم. المقابل دائما التفاؤل حاضر عند جمهور فريق العهد يلي كانوا قبل المباراة عم يتحدثوا مرتاحين جدا، بيعرفوا قدرات فريقهم، إمكانات فريقهم. بطل الكأس السوبر، افتتح موسمه بالكأس السوبر، صحيح خسر أمام النجمة وفقد
فرصة الفوز بكأس النخبة، لكن عوض بالكأس السوبر على حساب النجم تحديدا. وفات على الدوري بمعنويات عالية. العطايا حاليا عم يستلم لمحمد حيدر. الجهة اليمنى راح تكون مشتعلة مع دخول العطايا. حيدر قريب منه، حسين زين دائما موجود ليضيف الهجوم بكرات عرضية. هيدا هو حسين زين بيلعب العطايا، في تسلل، في تسلل بالكرة الأخيرة. ما في فرصة إضافة هدف رابع لمارتن توشاف. لإعادة مرة جديدة، حالة كتير دقيقة وراية التسلل عم تقوم من المساعد الأول ربيع ميرات. كاتاكوري بيلعبها لعند ستانلي، منه لعند حاتم عيد. من جديد التمريره خاطئه من حاتم عيد، فرصه للعهد للارتداد مع كره اماميه من حيدر عند توشيف. ما معقول يلي صار مع فريق الصفا بالكره الاخيره. هدف خامس لفريق العهد اذا ما كان موجود اي لاعب من العهد. هالمره النيران الصديقه عم تحرق شباكه لمحمد طه. علي السعدي هو يلي سجل داخل مرمى. علي السعدي يلي لعب بألوان العهد بالموسم الماضي عم بسجل لنفس الفريق، إنما عن طريق الخطأ. ما سجل للعهد بالموسم الماضي بألوانه، إنما بألوان الصفا عم يصيب شباكه ويعطي هدف خامس لفريق العهد. كرة عرضية كانت من مارتن توشاف باتجاهه لأحمد زريع. بدون شك مارتن توشاف عم يوضع نفسه كنجم المرحلة الافتتاحية إلى جانب نادر مطر طبعا لاعب النجمة. هدف خامس إذن للعهد يا فارس، والصفا فعلا مباراة للنسيان ببداية البطولة. يعني أخطاء محمد طه بالشوط الأول، أخطاء دفاعية بالشوط الأول كلفت فريق الصفا أربع أهداف. عم بيرجع كمان فريق الصفا، يعني هدف الخامس لفريق العهد من خطأ فينا نقول دفاعي سجل علي السعدي بمرمى فريقه. وهيك اليوم اهداف فريق العهد، يعني اذا بيرجع بيحضر التيب فريق الصفا ولاعبي فريق الصفا بيحضر المباراه راح يشوفوا الاخطاء الكبيره الفاتحه يلي وقعوا فيها بمباراه اليوم، على امل ما تتكرر ابدا بالمباريات المقبله. هيدي مباراه صارت خلص ورا ظهرهم، بيعرفوا انه الوقت لازم يقطع بقى، لازم تنتهي المباراه ويفكروا بالمراحل المقبله من دوري الفا لكره القدم. محمد طه شو عم بيعمل؟ محمد طه كمان أخطأ بهالكرة، ويمكن كادت تكلف كمان فريقه هدف لو قدر يستغلها فريق العهد. يعني النتيجة الأعلى سنة 98 برجع بقول كانت 5-0. مين بيعرف إذا اليوم رح تتغير المعادلة والأرقام وتصير النتيجة الأعلى. فرصة كمان عهدوية داخل منطقة الجزاء، مرتاحين لاعبي فريق العهد وكأنهم على طريق المطار، عم يلعبون، عم بيعملوا تمرينة وتدريب خاص بالاختراق ومنع الفرص انه على فريق الصفا تكون بالشوط الثاني. يعني هيدي الاخطاء يلي بتكلف كثير. عبد الله كاتكوري كمان محاولة وتمريرة على الجهة اليمنى لعند زين طحان. وقت فريق يكون بحالة ضياع تامة الفريق الثاني رح يكون مرتاح كتير، وهذا الشيء اللي عم بصير مع فريق العهد. تبديلين عم بيتحضروا من ناحية الصفا ومن ناحية فريق العهد. سمير أياس عم بيستعد ليدخل لأرض الملعب، ومصطفى أنصو أيضا من ناحية فريق الصفا. هلأ منشوف مين اللاعبين يلي رح يتركوا أرض الملعب. أحمد زريق بيتقدم بمرر على الجهة اليسرى، وفرصة جديدة عم بتكون، فرصة جديدة عم بتكون بهالوقت لفريق العهد عن طريق مارتن توشيف. خلينا نشوف تبديل يلي عم بصير بهالوقت خارج الملعب. عم بيكون حسن هزيمة ومصطفى أنصو يلي عم بيدخل بدلا منه، والتبديل العهديوي مع أحمد زريق خارج أرض الملعب وسمير أياس بدلا منه. سمير أياس الكرة الرأسية اللي سجلها بمرمى الأنصار ما راح ينسيها أبدا
يلي كانت ورا اللقب السادس لفريق العهد الموسم الماضي. سمير اياس ينزل لارض الملعب والزريق عم يترك المباراه بالدقيقه 69. ارنست بمرر بهالوقت للعوطه، العوطه العوطه عم بيسدد، يعني صاروا تسديدتين ما بيتسددوا من مكان بعيد، عم بيسدد العوطه عم بجرب حظه، لربما الكره نقشت وقدر يقلص الفارق وهدف رد الاعتبار لفريق الصفا يلي اليوم نرجع منقول مباراة لفريق العهد قبل المباراة ما كان بيتوقع رح تكون بهالسهولة ابدا، ومع بداية المباراة والاخطاء اللي صارت مباراة سهلة كتير كتير لبطل لبنان يلي عم بيقدر يسجل 5 اهداف ليرفع الرصيد ل 19 هدف بالمرحلة الأولى من بطولة لبنان. حاليا نور منصور ارنست بيتقدم معه حسين زين، فرصة داخل منطقة الجزاء مع تسديدة عم بتكون بهالوقت من مصطفى أنسو ومطالبة من أنسو بلمسة يد على مدافع فريق العهد. غملوش كرة على الجهة اليمنى، زين بيرفع وبيسدد بذات الوقت، كرة بتكون بعيدة من دون ما تعطي أي نتيجة، يعني شربل ما بحسد فاليريو ابدا على موقفه ابدا، هالاخطاء يلي صارت والاهداف يلي تسجلت بهالطريقه يلي ما بيقدر يعمل لها شيء ابدا ابدا المدرب الروماني، بده يقعد يتحسر وبده يفكر ببكره. يعني فعلا نقدر نقرا من تعابير تيتا فاليريو مدى الخيبه الكبيره يلي طبعا ما كان متوقع بمباراه اليوم، كان بيأمل بداية أفضل بكتير بالموسم الجديد لدوري ألفا وبيعودوا إلى كرة القدم اللبنانية. مباراة فعلا للنسيان بالنسبة لتيتا فاليريو وبالنسبة لفريق الصفا وبالتأكيد بالنسبة لمحمد طه يلي ما معودنا أبدا على هالمستوى يلي قدمه اليوم. يمكن مباراة للصفا ليتعلم من أخطائه ويكون موسمه أفضل حتى من الموسم الماضي. من المبكر الحديث عن فوارق فنية بين الفرق، العديد من الفرق بعدها منها جاهزة كان على الصعيد البدني أو على الصعيد التكتيكي، حتى ممكن بعض اللاعبين بعد ما دخلوا بالمنظومة خصوصا اللاعبين الجدد عند كثير من الفرق. بجميع الأحوال الخلاصة بننتظر موسم جميل جدا، أكيد كل المباريات راح تتابعوها عبر شاشة ام تي في. حسين موندر حاليا عم يستلم حسين الكرة الأمامية، بكره اكيد بدايه موسم جديد ان شاء الله ببرنامج جولدن جول بموعد جديد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر، بتقدروا تشوفوا كل تفاصيل المرحله الاولى من دوري الفا وكره القدم اللبنانيه مع مقابلات خاصه وحصريه وغيرها من الامور يلي بترتبط بكل اجواء الفوتبول اللبناني، ودائما عبر شاشه ام تي في. كره حاليا من نور منصور لعند ربيع عطايا، ربيع على التمريره خاطئه بتروح عند حسين غملوش، الغملوش لاعب جديد ايضا بصفوف الصفا منتظر انه يقدم نفسه بشكل جيد، صاحب القدم اليسرى حسين غملوش مع عبر الكردي بحاول يعملها الغملوش مره بعيده عن الرأي حسين ما قدر يستلمها، وتبديل جديد عم يتحضر لفريق العهد على ما يبدو. مصطفى كساب هو يلي راح يدخل الى ارض الملعب بالوقت يلي عم يحاول يدخل باتجاه المنطقه، ربيع عطايا بمهاراته بسرعته، كره لعند مين؟ لعند سمير اياس، شوفوا مقعد البدلاء، شوفوا الاسماء عند العهد، كل لاعب بيدخل بالتاكيد بيكون له تاثير على ارض الملعب وله تاثير لو وجد اكبر بصفوف اي فريق. على كل حال حسين العوطة وعم يستلم، كره مقطوعه الى رمي التميس للصفا مع حاتم عيد العائد للصفا من الشباب العربي. ارنس عم يسقط ما في اي خطا، عم يقول الحكم حسين ابو يحيى قريب كثير كان من الحاله. بتنتقل الكره لعند العهد، خليل خميس ايضا هناك، احمد الصالح قائد منتخب سوريا المدافع يلي ظهر بالكاس السوبر مع فريق العهد لكن لحد الوقت بعد ايضا ما شارح بشكل اساسي. ربيع عطايا عم يدخل منطقه جزاء، خطير جدا العطايا عم يدخل بحاول يلعب الكره بقدمه اليمنى العرضيه الى ركله ركنيه، اكرم مغربه، احمد الصالح، عيسى يعقوب، ومحمد حمود، شوفوا الاسماء الموجوده على مقعد البدلاء من الحارس الاحتياطي الى كل اللاعبين الموجودين، اي لاعب قيمته الفنيه
مش بالضروري احكي عنها، كلكم بتعرفوها مشاهدينا، متابعي الفوتبول بيعرفوا مين احمد الصالح، بيعرفوا كثير منيح مين عيسى يعقوب واكرم مغرب. كرة ايضا باتجاه محمد طه، عم يخرج بالبوكس الطاب بتروح لعند العوطه، لكن سريعا بترجع لفريق العهد، يعني نسبه الاستحواذ عند العهد رهيبه بصراحه وكبير كثير بالمباراه اليوم، فوارق فنيه واضحه بين الفريقين بالوقت اللي عطايا عم يستلم الحيدر، تفاهم كثير كبير بين اللاعبين، تفاهم كثير كبير بين اللاعبين، وطبعا دائما البحث عن مين؟ البحث عن الهداف مارتن توشيف السفاح، خليني نسميه السفاح البلغاري داخل منطقه الجزاء، ما بيرحم مره جديده عم يكسب المواجهه الثنائيه كان لمحمد طه مع محمد طه، وكرته العرضيه كانت قريبه بالوقت يلي ايضا باسم مرمر عم يعطي فرصه وظهور اول لمصطفى كساب على حساب حسين منفر. مصطفى كساب اللي وصل لفريق العهد من فريق النجمه بموجب استغناء حر، غملوش بيلعب الكره، يعني من وقت ما نزل غملوش عم بيلعب كرات جيده، عم بحرك نوعا ما الجهه اللي عم بيكون عليها. بالاعاده بنرجع بنشوف الكره، وكمان مره شوفوا مارتن توشيف والخروج الخاطئ لمحمد طه، مارتن توشيف اللي كان قريب كثير انه يعمل السوبر هاتريك ويسجل الهدف السادس لفريقه، حسين ابو يحيى قريب كثير ليعطي الخطا لارنستون اللاعب الكاميروني، وفريق الصفا اللي عنده فرصه هون ليجرب يقلص الفريق. 5-0 النتيجه الاعلى عم بتكون من ناحيه فارق الاهداف، بس النتيجه الاعلى لهلا هي 6 اهداف. مباراه النجمه والانصار بافتتاح الدوري، خلينا نتابع ونشوف الكره. والركله الحره لفريق الصفا حاليا مع عمر الكردي، هل راح يسدد عمر او راح يلعب الكره لداخل منطقه الجزاء؟ هالشيء اللي بصير بيلعب الكره اماميه لداخل منطقه الجزاء، والكره الراسيه كانت من ارنست عالية عن مرمى مهدي خليل. تبديلات الثلاثة من الفريقين انتهوا، باسم مرمر وفاليريو استنفذوا تبديلات الثلاثة، ما عاد في ولا تبديل. هيدي الروح الرياضية الحلوة من حسين دقيق ومن مهدي خليل يلي عم يساعدوا ارنست يلي صار عنده شد عضلي هون، فعم بيجربوا قد ما فيهم يساعدوا اللاعب، والا دخول طبيب الفريق لمعالجه اللاعب الكاميروني. بهالوقت فرصه للاعبين ليقدروا يشربوا شويه مي، ليقدروا ياخذوا بريك لانه الحراره عاليه كثير كثير ورطوبه وشوب، وهون بتصور ما عاد عنده شيء ابدا كان فاليريو او باسم مرمر ليحكوه للاعبين. المباراه خلص ماشي والوقت عم بيقطع والانتصار واضح، والفوز الاول لفريق العهد بمشواره الطويل للمحافظة على لقب الدوري اللي أحرزه الموسم الماضي. فريق العهد الموسم الماضي قدر يحرز لقب الدوري وكان بالمركز الثاني فريق النجمة. العهد كان بعيد مع 54 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النجم الوصيف، 16 انتصار و6 تعادلات من دون أي خسارة، سجل 50 هدف، دخل مرمى 9 أهداف، أفضل دفاع أفضل هجوم، أكثر فريق حقق انتصارات، أعلى رصيد من النقاط، كل الأمور كان عم يحصل عليها فريق العهد الموسم الماضي يلي ما أجرى يعني تبديل كبير على تشكيلته. بعده اللاعبين بتشوفوهم تقريبا هن زيتون، بالإضافة إنه دعم اللاعبين بلاعب من الطراز العالي ربيع عطايا وغير بتشكيلته الأجنبية، يعني أبقى على عيسى يعقوب وغير ابراهيم ادروب وكوياتي مع مارتن توشيف يلي باول مباراه له بالدوري اثبت وجوده ويعتبر ورقه رابحه. شوفوا من وين لوين، والكره ما زالت عهدويه وفرصه لمحمد حيدر يلي سدد الكره بتصطدم بالدفاع، وكنا قراب كثير لنشوف الهدف السادس بالمباراه من ناحيه فريق العهد. الكره هون عم يبعدها هيثم فعور لتصطدم بحسين زين ولخارج ملعب بالاعاده. شوفوا الكره يلي سددها محمد حيدر، ارنست لخارج الملعب، فاليريو و
وخيبة الأمل أكيد كتير كبيرة على وجه المدرب الروماني يلي اليوم نرجع منقول الأخطاء الدفاعية اللي صارت قضيت على أمال فريق الصفا بالعودة لأجواء المباراة بعد باقي 11 دقيقة على نهاية المباراة بوقتها الأصلي. والأنصار يلي قدم عرض كتير جيد بالمرحلة الأولى خسر بس اقتنع فينا نقول جمهوره بالأداء. اليوم الصفا عم بيخسر بس أدائه ما كان مقنع أبداً. فريق النجمة قدر ياخد 3 نقاط خاليين كتير والعهد عم يتصدر إذا بدكم المرحلة الأولى من دوري ألفا لكرة القدم بهالفوز الكبير الفوز المريح بنتيجة 5-0 لهلأ على فريق الصفا. تبادل كرات بس لتقطيع الوقت ليمضوا الوقت ويخلص على بكير هيك بدها تصير الأمور. يعني العهد خلص 5-0 اقتنع بهالنتيجة والصفا بده يجرب ما يتلقى بقى مرمي ولا هدف تما تكون نتيجة كارثية أكتر وأكتر مع هدف سادس ما اكتفى ما بده يكتفي أبداً أبداً. فريق العهد عم بيسجل عن طريق حسين دقيق عم بيسجل الهدف السادس 6-0. يعني وقت نقول شرب الانهيار تام بدفاع فريق الصفا رح يكون عندهم كل اللاعبين فرصة انه يسجلوا كل اللاعبين بيقدروا يسجلوا. يعني بعد في خليل خميس بعد في نور منصور ومهدي خليل ما جربوا حظهم مرة جديدة فارس. يعني فعلا المفتاح الى المرمى هو الكرات الطويلة بظهر الدفاع. يسأل دفاع الصفا بصراحة عن طريقة تعامله مع الكرات الطويلة عن طريقة تنظيم الدفاع يلي كان من المفترض يقوم فيها علي السعدي بمباراة اليوم. هيدي الكرة الطويلة بظهره لزين طحان وحسين دقيق هدف جميل جدا بطريقة ذكية فوقه لمحمد طه. 6 أهداف للعهد مقابل ولا أي هدف للصفا. يعني نتيجة فعلا قاسية جدا أكبر فوز للعهد بتاريخ لقاءاته مع الصفا عم يتسجل اليوم على أرض ملعب مدينة كمين شمعون الرياضية. مباراة رح تبقى بذاكرة العهدويين لفترة طويلة وطويلة جدا. العهد متصدر بوقت مبكر مطرح ما انهى الموسم الماضي عم يبلش الموسم الحالي فريق العهد من الصدارة دائما بالمركز الاول والهدف البقاء بالتأكيد بهالمركز حتى نهاية الموسم. على كل حال موسم طويل وعنا الكثير انه نقوله مع سمير اياس هيثم فعور على ما يبدو ايضا العهد بعد عنده شيء يقوله على ارض الملعب متبقي 8 دقائق ونص هذا غير الوقت المحتسب بدل عن ضائع. العهد عم بيهاجم اضاف هدفين بالشوط الثاني باقل مجهود ممكن خلينا نقول بصراحه. هذا تغييرات تيتا فاليريو ما نفعت التغييرات لازم تكون افضل بالمباراه الثانيه لفريقه بدوري الفا امام الشباب الغزيه بالوقت فرصه هدف السابع. هون الكره العرضيه باتجاه لحسين زين المره محمد طه عم يخرج وعم يلتقط الكره حيدر بشكل سريع عم يقدروا يستلموا يعني او يستعيدوا الكره لاعبيها العهد. ما معقول ما عم يخلوا لاعبي الصفا يطلعوا من منطقتهم كل لاعبي الصفا بملعبهم. هذا ارنست عم يحاول يضغط بمحاولات يائسه لاستعاده الكره من لاعبي العهد. عم تتنقل خليل خميس لعند مهدي خليل نور منصور هيثم فعور نور ايضا مره جديده رعد مارتن تشاف شوفوا لوين راح تشاف لوسط الملعب ليستلم ليخلي الطابه مع العهد. خليل خميس بيلعبها لوين لعند هيثم فعور من جديد ترجع لعند مهدي خليل مع العهد. الدقيقة 83 تحديدا متبقي 7 دقائق. سمير اياس عم يقدر يخرجوا بسلسلة تمريرات من ضغط لاعبي الصفا. سمير اياس بشكل سريع لعند حسين دقيق بيترك الكرة لعند مصطفى كساب ترجع لعند الكساب ايضا للخلف هيثم فعور لاعب اجنبي واحد اذا اليوم العهد قدر يعمل هالنتيجة. بقى احمد الصالح وعيسى يعقوب تخيلوا معك مشاركه احمد الصالح ويعمل الضمانه الدفاعيه الاكبر للعهد رغم الاداء المعجز اللي عم يقدمه خليل خميس ونور منصور دائما بخط الدفاع.
وجود عيسى يعقوب طبعا الى جانب هيثم فعور بالوقت يلي حاليا مصطفى كساب داخل منطقه الجزاء بحاول يسدد بقدمه اليمنى. مارتن توشيف لو قدر يتحكم بهالكره ويعمل الكنترول كنا راح نشوف نتيجه مغايره بالتاكيد. مارتن توشيف ما قدر يستلم، شوفوا بالاعاده هون مصطفى كساب عمل المجهود الفردي لعب الكره بقدمه اليمنى، شوفوا كيف مرت عن كاتاكوري وحاتم عيد على الارجح بالاعاده راح اقدر اشوفها فعلا على حاتم عيد وكاتاكوري وصلت لتوشيف ما قدر يستفيد منها ويسجل السوبر هاتريك. كاتاكوري بوريما عبد الله كاتاكوري 25 سنه لمدافع النيجر اللي طبعا ما كان بيتمنى هيك نوع من البدايات مع فريقه الجديد بالوقت يلي العوطة بيحاول يتقدم. هيثم فعور بوقفه، ايضا فعور لعند حسين زين بسهوله تامه عم يقدر يطلعوا بالكره لاعبيه العهد. زين بحاول يواصل تقدمه، الكره لعند محمد طه سريع على محمد طه بتوع بالراس ايضا الكره خليل خميس حسين غملوش الغملوش بيلعب لعند ارنست انان خطيره جدا الكره داخل منطقه الجزاء مع الغملوش اللي بيسدد تسديد حلو من حسين غملوش الى جانب مرمى لمهدي خليل. البحث عن هدف خفض ماء الوجه بالنسبه للصفا. ام تي في لاب سبورتس على تويتر وانستغرام، ام تي في سبورتس على فيسبوك، ما تنسوا مشاهدينا بتقدروا تتابعوا كل اخبار الفوتبول اللبناني وابرز طبعا التقارير يلي بتكون موجوده بنشراتنا الاخباريه اليوميه وطبعا برنامج جولد بول بالوقت اللي حاليا محمد حيدر عم يطلع بيلعب العرضيه. شو حلوه العرضيه يا حيدر. مارتن توشيف كان مره جديده على مسافه قريبه من مرمى لمحمد طه، فعلا بيستحق التصفيق محمد طه او محمد حيدر على هالكره العرضيه اللي لعبها امام مرمى لمحمد طه. مارتن توشيف شو بده احلى من هيك، هو فعلا بجنه لانه كل اللاعبين بيقدروا يوصلوا له الكرات ليسجل الاهداف. العيد اجى بشكل مبكر فارس بالنسبه لمارتن توشيف، الهدايا من كل الميلان. يعني افضل من هيك ما راح يكون عنده بدايه بتصور بالدوري، خاصه كنا عم نقول مع بدايه المباراه مع العرض العادي والاداء العادي جدا يلي كان عم بيقدمه مارتن توشيف كان بكاس النخبه او بالمباريات الوديه او بكاس السوبر، بس اليوم سكت الكل مارتن توشيف بتسجيله هاتريك وقال انا موجود هون لصداره هدافي دوري الفا وراح انهي الدوري بصداره الهدافين. هيدا طموح اكيد مارتن توشيف ليقدر يجدد معه فريق العهد اكثر واكثر، لان بنعرف كلنا انه مارتن توشيف مع فريق العهد لموسم واحد، ومارتن توشيف ومحمد طه بيطلع من مرميه بتوقيت مناسب هالمره محمد طه ليبعد الكره لخارج الملعب. فريق العهد ما اكتفى بالست اهداف، بعده عم يبحث عن الهدف السابع وفي في خطا كان بس في تسلل قبل على حسين دقيق، التسلل موجود ومحمد طه على ارض الملعب. هون حسين دقيق وعلي السعدي والمزح يلي عم بيصير بين الزملاء السابقين يلي كانوا سوا الموسم الماضي بفريق العهد. ما بدها هالقد يعني محمد طه، الاصابه منا قويه ابدا، رح يرجع يقوم ويتابع المباراه. هيدي مباراه محمد طه ابدا منه مستواه كلنا بنعرف، بس بتصير اخطاء. كلنا بنتذكر عباس حسن الموسم الماضي بالافتتاح اذا بدكم نجمه انصار، شو صار اخطاء مع عباس حسن ورجع عباس ليكون اليوم واحد من ابرز حراس المرمى بلبنان. هيدي مباراه محمد طه بده يكبها ورا ظهره، بده يطلع لقدام وبده ينسيها تماما. حسين دقيق وين ما كان بالملعب قدام على النص. كرة حاليا مع الغملوش يلي بسدد الغملوش، فعلا غملوش عم بيكون افضل لاعبي فريق الصفا من وقت ما نزل بالشوط الثاني. كاتاكوري بيتقدم بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، بس هول كرات سهلة، كرات سهلة رح يكونوا لدفاع فريق العهد مع مهدي خليل يلي بيلتقط كرة
والامور امور صعبه كثير. 6-0 يعني 6-0 نتيجه قاسيه، نتيجه تاريخيه رح تكون. فريق العهد خلص الخمس اهداف يلي كانوا بال 98، صار عنده 6 اهداف. كمان مره بدنا نذكر دعوه لكل الجمهور اللبناني وجمهور النجمه، خاصه لمؤازره فريق النجمه نهار الخميس باستحقاقه العربي، واستحقاق مهم رح يكون اذا قدرنا مين نتغلب على زعيم الكرة الأفريقية فريق الأهلي اللي امبارح كان عم يربح بأفريقيا 4-0. ارنست كمان من المواعيد، خلينا نشوف الكرة إذا ارنست رح يسجل فريق الصفا. لا ما في هدف. ما تنسوا كمان الموعد مع البطولة العربية لكرة السلة اللي بيستضيفها نادي بيروت، والنقل رح يكون للام تي في حصريا من 2 لـ 12 من الشهر المقبل. الوقت الأصلي للمباراة فينا نقول انتهى، ودقيقتين دقيقتين وقت محتسب بدل عن ضائع، دقيقتين لنهاية المباراة مع انتصار كبير رح يكون لفريق العهد بختام المرحلة الأولى من دوري ألفا لكرة القدم. 6-0 ليرتفع عدد الأهداف لـ20 بالمرحلة الأولى. خطأ جديد، حسين أبو يحيى يحتسب الخطأ لفريق الصفا. الصفا يلي عم يبحث عن هدف رد الاعتبار، بس ممنوع، ما عم يقبل لا نور منصور ولا خليل خميس إنه يخلوا أي كرة تقطع عنهم. حلوة من ستانلي على الجهة اليمنى، زين 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 بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، الخطر موجود. هل رح يتمكن؟ ما رح يقدر عمر الكردي. عمر الكردي لازم يمرر كان الكرة لحدا من زملائه، فضل يسددها ليخسر الكرة ويخسر الصفا فرصة تسجيل الهدف الأول لإله بالمباراة. دقيقة واحدة على نهاية الوقت المحتسب بدل عن ضائع يلي كان دقيقتين. ربيع عطايا بمرر لسمير أياس، سمير أياس لربيع عطايا، ربيع عطايا بيرجع بالكرة بمرر لسمير أياس، بيخسرها من كتاكوري بس بيرجع بيخدها ربيع عطايا، فرصة للهدف السابع لفريق العهد. راح يتمكن سمير أياس وفرصة بعدها موجودة. مارتن توشيف يعني عم بيضيع كثير اليوم، مارتن توشيف يلي شوي واحد بخليه غض النظر عن الفرص يلي ضيعها هو الهاتريك يلي سجله. مارتن توشيف أضاع اليوم إذا بدكم عديد والعديد من الأهداف، كان بيقدر يخلي النتيجة تكون أعلى ويرفع رصيده أكثر وأكثر بصدارة ترتيب الهدافين. علي السعدي تمريرة خاطئة بيخدها حسين دقيق، حسين دقيق بيتقدم 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 بيتقدم، بيرفع الكرة حسين دقيق، ربيع عطايا ربيع عطايا ربيع عطايا، وما رح ينجح ربيع عطايا، وفي ركلة جزاء بنالتي، ركلة جزاء بنالتي. فعلا الحكام اللبنانيين بدي أنا نوه بالقرارات الجريئة يلي عم ياخذوها بغض النظر اذا كان في ركله جزاء او لا. مباراه النجمه انصار يعني 3-2، كلنا شفنا الحكم يلي احتسب محمد درويش الخطا وركله الجزاء. اليوم 6-0 يعني بيقولوا انه خلص 6-0 لشو؟ لا، اذا في ركله جزاء بدها تكون ركله جزاء لو شو ما كان. محمد حيدر على التنفيذ وفرصة لفريق العهد ليعمل النتيجة 7-0. 7-0 مع مين؟ مع الصفا، مش أي فريق أبداً فريق الصفا. بس بنرجع بنقول مباراة أنا أكيد ما رح تتكرر أبداً مع فريق الصفا مرة تانية، ما رح تصير بقى مرة تانية. الواحد رح يتعلم دايماً من أخطائه. ربيع عطايا فإذاً هو يلي رح يسدد ركلة الجزاء ليكون عنده الهدف الأول إذا نجح الرسمي مع فريق العهد. هل رح يتمكن ربيع عطايا أو محمد طه رح يصد ركلة الجزاء؟ ربيع عطايا بيتقدم بيتقدم، ومحمد طه بيلتقط الكرة. ممنوع الهدف الأول لربيع عطايا يكون عن طريق محمد طه. ربيع عطايا أضاع ركلة الجزاء، والمباراة اللي عم تنتهي بنتيجة كبيرة بنتيجة 6-0
لصالح فريق العهد. العهد عم ينفرد بصدارة ترتيب دوري ألفا بأسبوعه الأول بعد الفوز الكبير اللي حققه على فريق الصفا 6-0، وكان قريب كثير من 7-0 لولا ركلة الجزاء اللي أضاعها ربيع عطايا بالوقت المحتسب بدل عن ضائع. مارتن توشيف رح يكون نجم فريقه بالمرحلة الأولى ونجم المرحلة الأولى من دوري ألفا، إلى جانب أكيد نادر مطر يلي عمل مباراة كبيرة مع فريق النجمة بمواجهة فريق الأنصار. 6-0 العهد بده يفكر هلأ بمباراته الثانية الأسبوع المقبل اللي رح تكون بمواجهة فريق الراسينج الأحد المقبل بمجمع فؤاد شيب الرياضي بجونيو، مجمع الرئيس فؤاد شيب، بينما فريق الصفا رح يواجه فريق الشباب الغزيين على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا. الأمور انتهت بالنسبة لفريق الصفا وانتهت الأمور بالنسبة لفريق العهد، ويمكن يلي كان قبل بداية المباراة عم بفكر بهاللقاء من ناحية فريق العهد قديم مباراة ما رح تكون سهلة أبدا مع فريق الصفا، فعلا الأمور كلها تغيرت وأخطاء بالجملة خلت فريق العهد يروح لانتصار واضح، انتصار كبير، انتصار صريح من دون أي مشكلة أبدا ليفوز على فريق الصفا بنتيجة 6-0. مبروك كبيرة لفريق العهد هارداك لفريق الصفا، وهيدي كرة قدم كل الاحتمالات بتبقى موجودة. وبدور الشباب اليوم النجمة عم بيتغلب على الأنصار 2-1 بمباراة مهمة كتير كانت عم تجمع فريقي النجمة والأنصار بدور الشباب. الفوز كان نجماوي والأسبوع نجماوي. على كل هيدي المباراة انتهت والمرحلة الأولى من دوري ألفا عم تنتهي. أنا بودعكم ورح ننتقل للاستوديو التحليلي وزميلنا أكيد شربل كريم والكابتن جمال الحج. شكرا فارس، يعطيك العافية. إذا نتيجة كتير كبيرة للعهد 6-0 انتصار أول، من خلاله مثل ما قلنا ممكن يكون عم وجه العهد رسالة إلى كل خصومه، الصفا لازم يعيد حساباته بشكل كتير كبير. يعني طبعا كابتن جمال انك تقدر تغير شيء ب 45 دقيقة هو امر صعب جدا بظل المشاكل الكثير يلي عانى منها الصفا اليوم. شفناه بالشوط الثاني يمكن عادل لنظام 4-3-3، يمكن لانه واحدة من الاخطاء اللي ارتكبوها يمكن انه اللاعب اللبناني ما معول على تغيير الخطة ما انسجم فيها، لكنه بالشوط الثاني كان شكله افضل على مستوى الشكل الفريق. كان عنده فرص صحيح، عنده لكنه فرص. نتيجة الأربعة أحبطتهم، وبالتالي العهد تمكن من المباراة بشكل كامل وحسبها مثل بعد شوي تدريبة جدية قدر يستفيد منها من خلال إشراك بعض اللاعبين البدلاء ليرجعوا ليكونوا بالجهوزية الكاملة بالمباريات المقبلة، وبالتالي النادي العهد قدم مباراة كبيرة وفاز بنتيجة كبيرة وهذا هو المطلوب. يعني بالوقت اللي عم نشوف الأهداف كابتن جمال وصل لعنا، مبروك كابتن باسم مرمر، ألف مبروك كابتن. يعني الله يبارك فيك، بداية أكثر من جيدة، لا بل بداية ممتازة بالنسبة لكم اليوم، قدرتوا تفوزوا بنتيجة 6-0، بقيت وفي للاستراتيجية اللي اعتمدتها بالموسم الماضي، اليوم كنت بتوقع تفوز بهالنتيجة الكبيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني للصراحة للأمانة بقول لك اليوم إنه متوقعين يكون في فارق لنا، بس بطبيعي مش بهالنتيجة، وكنا أول ماتش دائما يعني بالدوري هو ماتش كتير بيكون صعب يعني، فهذا اللي كنا خايفين من هذه النقطة، بس الحمد لله يعني اليوم لا قدرنا يعني، وحكينا مع اللعيبة آخر شيء أنت فريق بطل بدك تتعامل مع كل مباريات إنه في حدا جاي بده ياخذ منك بطولتك، بدك تفوت بجدية، حتى يعني الأهم من النتيجة، النتيجة الكبيرة هي اللي بالنسبة لنا مهمة، لأنه عادة نحن وقت اللي بيتقدم الفريق بثلاث أربع أهداف بتلاقي الفريق نام. هذا اللي كنا عم نشتغل عليه نحن، انه لا بدنا نضلنا نحن قد ما فينا نسجل، لانه كمان انت اذا كنت بهذه الوضعيه ما حدا بيرحمك، فهذه بتعطيك انت كمان ادفانتج انت للمباريات لقدام. يعني حكينا انا وكابتن جمال قبل بدايه المباراه انه مهمتك منها سهله ابدا، لانه شفنا طريقه لعب تيتا فاليريو، شو السر يعني شو اللي قلته للاعبين تقدروا تفكوا هالشفره الدفاعيه اللي كان المفترض تصعب الامور عليكم وتعقدها بالشوط الاول؟ للصراحه وللامان يعني ماتش نحن الجمعه الماضيه كان عندهم ماتش مع التضامن سور، كان فادنا كثير هذا الماتش انه نحضره، لانه يعني الكابتن تيتا بحياته مش لعبان بهالطريقه، فعرفنا احنا انه صار عم يلعب بهالطريقه، اشتغلنا على اساسها وليريحنا اكثر. احنا حضرناه وشفناه كان بعد الاجانب اللي عندهم ما نجهزين،
اللاعبين اللبنانيين كانوا اجهز، لما شفنا كمان الاجانب قلنا كمان الامور حتكون اسهل مما كانت يعني، بس شيء طبيعي ما حكيناش مع اللاعبين نهائيا بهذا الموضوع، اشتغلنا على هالطريقه بس بدون ما نقول لهم للاعبين نحن شفنا الصفا كيف كانوا عم يتصرفوا يعني. كابتن يعني من دون شك مهمتك ايضا ما حتكون سهله بالمراحل المقبله، يعني اسم الله عندك على مقعد البدلاء عدد من الاسماء يلي بيقدروا يلعبوا بشكل اساسي، كيف رح تقدر يعني تلاقي توفق بالاحرى بين اللاعبين الموجودين برا مثل عيسى يعقوب واحمد صالح وربيع عطايا واللي اليوم اكدوا حضورهم بالتشكيل الاساسي اللاعبين يلي واكرم مغربي يعني طب اكدوا حضورهم اللاعبين الاساسيين يعني بهي الشغله بتصعب عليك كمان المهمه؟ طبيعي بدها تصعب يعني وقت تلاقي انت عندك البنش اللي موجود عندك شيء طبيعي يعني تلاقي انها مهمه صعبه، ولكن الشغله اللي عم نعتمد فيها طبيعي الشغله بتعتمد فيها انت بقلب التمرين طبيعي يعني، فهذه من خلال التمرين يعني اللاعب اللي بيكون منيح بالمباراه وبيكفي بتمرينه منيح بيكون بده يحجز حاله يحجز مكان لنفسه بهذه العمليه، واخر شيء اللاعب اللي على البنش وقت اللي بياخذ فرصته وبينزل وبيثبت حاله يعني صحتنا على قلبه يعني. شكرا لك والف مبروك يعني اكيد لقاءاتنا كثير رح تكون معكم هالموسم. كابتن جمال بدي ارجع لعندك يعني طبعا اللي عمله اليوم فريق العهد هجوميا كان فعلا رائع جدا، لكن بدي اتوقف عند نقطه كثير مهمه هي فريق الصفا على الصعيد الهجومي تحديدا بالشوط الاول، هي النقطه اللي ما قدرنا نحكيها ولو انه كان في تحسن وبعض الفرص بالشوط الثاني، لعيبه كثير بعاد عن بعضهم وما في لاعب يقدر يعمل الربط، وهذا امر ركزت عليه انا قبل بدايه المباراه قلت لك ما عندهم صانع العاب ما عندهم لاعب خارف ارنست صحيح، يمكن لعدة عوامل ذكرنا منها خاصة اللياقة البدنية، يمكن ما قدروا اللاعبين الوسط أو الظاهرين يواكبوا المهاجمين، وبرأيي كمان يعني حاتم عيد تواجده كظهير أيسر هو كلاعب وسط يمكن كان بيقدر يقوم بهذا الدور أكثر، لو شفنا أنه حاتم عيد يلعب وسط على اليسار وحسن هزيم يكون خلفه كان ممكن أفضل يكون قريب من أرنس لأنه لاعب بيعرف يسلم كرة أو يمرر ويقدر يكون وراء المهاجمين، لكنه ضمن هذه الإمكانيات الموجودة عند يمكن كابتن تيتا وضمن الوضع البدني عند الفريق حاول بالشوط الأول يمكن يدرك قوة فريق الصفا الفريق العهد ويحاول يطلع بأقل الخسائر، لكنه الأخطاء الفردية بنرجع بنقول ما ساعدته، ما فيك أنت مع فريق مثل العهد أنك ترتكب أخطاء على مستوى الدفاع على مستوى حراسة المرمى بالتالي بك تتعاقب بشكل كتير كبير. سحب شمس بين شوطي المباراة يعني أنه بده يجي على 4-3-3 اعتبر أنه الفريق يمكن عطاه لعبة جديدة يمكن ما قدر انسجم منها وقت بالمباراة الرسمية ما كانت فعالة ما كانت مفيدة، حتى بده يعود اللاعبين يمكن معودين على نظام معين حتى بده يعود يحاول يضغط على دفاعات العهد لحتى ما يبنوا بشكل سليم أو وسط العهد، رجع على 4-3-3 مش هيك بعد التغيير كان تكتيكي أكثر ما هو كمدرب عندما تجرب شيء جديد وما ينجح معك بأول الموسم تحديدا بتعود له بالمباراة الثانية يعني متوقع تيتا فاليريو يستغني عن اللي عمله اليوم يرجع على 4-3-3 بالمباراة يعني بدك تشوف هو تقييمه يعني ما برجع بقول لك يعني ما في شيء نجح يعني ايه انا برجع بقول لك يعني اللي فشل الطريقة هي عدة عوامل، اولا عدم تناغم اللاعبين لانه في لاعبين جداد والمدرب جديد، طريقه جديده، اللياقه البدنيه عند اللاعبين، الاخطاء الفرديه، اللعب على خط واحد، من بعض الاحيان هو اجمالا كل مدرب المفروض يكون عنده خطه A وخطه B، انا مع انه يكون في فريق عنده اللي حافظها بيكون عنده خطه وممكن يكون عنده خطه B لبعض المباريات او حتى للشوط الثاني او باثناء فتره المباراه، يعني بتذكر ماتش العهد بالنجمة بكأس النخبة بس مرمر بالشوط الثاني رجع ل 3-5-2 وقت ما كان متأخر لكن عم يلعب 4-3-3 رجع ل 3-5-2 المفروض يكون في خطة وخطة بديلة للتعامل معه خلال سير المباراة. شكرا لك كابتن جمال حاج إطلالة جميلة جدا أكيد موسمنا طويل نحن وياك رح نرجع نشوفك عبر شاشة ام تي في أيضا مشاهدينا بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالمباراة مرحلة أولى فعلا رائعة جدا حملت كثير من الأهداف كل تفاصيلها رح أقدر أنا وياكم نتابعها بكرة ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر عبر جولدن بول من هلا لوقتها بتمنى لكم اكيد بقيه اوقات ممتعه عبر برامج ام تي في الى اللقاء. Rhythm.